بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان وفي كل ارجاء الوطن العربي، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. حلقه النهارده بالتاكيد معانا فيها اخبار مهمه جدا، اخبار كتيره، لان الوسط الرياضي بالتاكيد مليء بالاحداث الرياضيه العديده خلال الساعات القليله الماضيه. بالتالي كمان عندنا استعدادات خاصه لاستئناف الدوري العام بعد بالتاكيد المشوار الافريقي والتاهل إن شاء الله إلى دور الـ16 دور المجموعات والاستعداد لمرحلة جديدة خلال الفترة القادمة. لكن الدوري العام يعود من جديد، منافساته تبدأ من جديد. غدا مباراة هامة جدا للنادي الأهلي في الأسبوع الثاني، وتحديدا أمام فريق الإنتاج الحربي على استاد السلام في الساعة 8 مساء. مباراة مهمة في إطار مشوار مهم جدا لفريق النادي الأهلي، محطات بياخدها الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر. أيضا كمان معنا خبر مهم جدا يهم بالتأكيد جماهير النادي الأهلي العظيمة، خبر صدر منذ قليل من مجلس إدارة النادي الأهلي، هتناوله معاك وأقول لكم بالظبط تفصيله وكل الأمور المتعلقة بهذا الخبر اللي بالتأكيد بيهم الجميع في الوسط الرياضي خلال الساعات القليلة الماضية. حلقة النهاردة معنا فيها أكتر من فقرة. الفقرة الحوارية الأولى هيكون في ضيافتي الكابتن إبراهيم رياض. طبعا الكابتن إبراهيم رياض حدث ولا حرج، اسم كبير في عالم التدريب، حارس مرمى متميز، سبق لي تدريب العديد من الأندية، تدريب حراس مرمى أصبحوا بعد ذلك حراس مرمى ذو اسم كبير جدا سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. كابتن إبراهيم رياض مدرسة في التدريب في مركز حراسة المرمى، هيكون النهاردة معانا ومشرفنا ومنورنا في الفقرة الحوارية الأولى. هنلقي معاه الضوء على أمور عديدة جدا في مركز حراسة المرمى والأمور المتعلقة كمان بالمشاريع أو الدراسات المتعلقة بهذا المركز الحساس، وإزاي العلم اهتم بهذا المركز عشان يكون في تطوير في مركز حراسة المرمى، وإزاي حارس المرمى ليه دور رئيسي وأساسي مع أي فريق سواء حتى في مصر أو خارج مصر. مركز ليه متطلبات معينة ومواصفات معينة، هنتكلم فيها بالتأكيد بكل تفصيل مع الكابتن إبراهيم رياض. الفقرة الحوارية الثانية والأخيرة هيكون معاكم زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وفي ضيافته الكابتن أحمد عبد الفتاح نجم النادي الأهلي السابق ومدرب العديد من الأندية خلال فترات سابقة. حلقة إن شاء الله بإذن الله تلقى القبول ونقدم فيها وجبة قروية دسمة لكل جماهير النادي الأهلي. لكن بالتأكيد الخبر الأبرز، وتحديد أنا بقول خبر لأنه هو خبر مهم جدا الجميع بيتناوله في هذه اللحظات، والنادي الأهلي كان واضح ومحدد خطواته وطريقه في هذا الموضوع. النادي الأهلي يطالب مؤسسات الدولة بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك، ويسأل ما هي الطرق البديلة للقانون للحفاظ على حقوقنا. مكاتبات إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بلاغ لمعالي المستشار النائب العام، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزير الداخلية، وزير الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، الاتحاد المصري لكرة القدم، الهيئة الوطنية للإعلام، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي. كل هذه الخطابات يعني وجهت الى كل هذه المؤسسات النهارده. النادي الاهلي اعلن بالتاكيد رفضه القاطع للتجاوزات الغير الاخلاقيه لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تلفزيونيه مليئه بالاكاذيب والخوض في الاعراض وخدش سمعه العائلات، سباب وشتائم باسلوب يحض على الفتنه بين الجماهير. ونظرا لخطوره ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية، قرر النادي تصعيد الموقف لكافة الجهات المعنية في الدولة للاطلاع كل بمسؤولياته في هذه الظروف الحرجة، لا سيما أن النادي ترفع كثيرا في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا على المصلحة العليا للبلاد. لكن في الآونة الأخيرة فاقت التجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون، وهو الذي من المفترض أن يكون مجلس النواب هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط، كما أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع وهو أيضا الأكثر حرصا على تنفيذ آليات القانون. وإزاء كل هذا أرسل النادي الأهلي العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة في الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك، والذي لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم. المخاطبة الأولى خطاب إلى السيد اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية. المخاطبة الثانية خطابا إلى معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
الجواب الثالث والخطاب الثالث أرسل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بيطالبوا فيه مجلس إدارة النادي الأهلي بأن يمثل رئيس الزمالك أمام القانون في دولة القانون أسوة بكل المصريين، وإنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب المصري وليس لعضو البرلمان فقط الذي يستثمر الحصانة في الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين. الخطاب الرابع، أرسل النادي الأهلي خطاب إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للفت الانتباه بأن رئيس الزمالك يلعب بالنار في وقت تحتاج فيه البلاد للتكاتف وليس التنافر، وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية إساءة لكل الأسر المصرية، وأنه فاق كل الحدود ولا يمكن السكوت عنه وينذر بفتنة في الشارع المصري. أيضا خطاب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته الوزارية والمسؤول الأول عن الرياضة المصرية، وضرورة أن يكون هناك رد قاطع إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره. أيضا النادي الأهلي تقدم ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام مدعوما بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك الغير الأخلاقية. وعلى المستوى الرياضي، أرسل النادي الأهلي خطابا أيضا إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، طلبه النادي بالرد على عدم بته في الشكاوي السابقة في حق رئيس الزمالك وتطبيق مبادئ الميثاق الأولمبي للحفاظ على الأسرة المصرية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية. وإلى اتحاد كرة القدم، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى السيد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، النادي الأهلي بيطالبه بتنفيذ وعوده التي أعلنها على الملأ عند توليه المسؤولية بأنه سوف يتخذ إجراءات رادعة تجاه أي متجاوز من إدارات الأندية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة وأن النادي الأهلي أرسل شكوى مماثلة لاتحاد الكرة في يناير الماضي وأخرى عقب مباراة السوبر المحلي بسبب تجاوزات المذكور في حق مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية عقب المباراة، ولكن اللجنة المؤقتة للاتحاد لم تنظر هذا الأمر لأسباب هي تعلمها. أيضا خطاب آخر، أرسل النادي الأهلي إلى الهيئة الوطنية للإعلام وأخرى للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ومرفق معها تجاوزات رئيس الزمالك على زيتيهات، هذه السيديهات مذكور فيها بالتفصيل والدقائق التي أجرى فيها رئيس نادي الزمالك مداخلاته الهاتفية وتخطى فيها الحدود وحصل هناك إهانات وانتهاكات صارخة للنادي الأهلي ورئيس مجلس إدارته وأعضاء المجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي وجماهيره. خطابات مرسلة بشكل مباشر إلى كل الجهات المعنية كلا في اختصاصه، والنادي الأهلي طالب كل الجهات المعنية وكافة الجهات المعنية للإطلاع بمسؤوليتها والتصدي لهذا المتجاوز بالقانون، وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للتجاوزات والخروج عن الآداب العامة والإساءة لكل الأسر المصرية. طبعا خبر مهم جدا وخبر بيحدد الأهداف والمرحلة القادمة والوسط الرياضي في الفترة القادمة. طبعا احنا ممكن نضع عناوين كثيرة أو الصحافة تضع عناوين كثيرة لهذه الموضوعات، الإعلام الرياضي أو الوسط الرياضي ما بين المهنية والنجومية، ما بين المهنية والصيت، في تفاصيل كثيرة ممكن تتقال، لكن الخبر واضح في تفصيله وأهدافه وخطابات مباشرة بالتجاوزات بوثائق وسيديهات ومستندات رسمية، وننتظر بالتأكيد الرد خلال الفترة القادمة حرصا على الصالح العام وحرصا من مجلس إدارة النادي الأهلي على مصلحة الوطن في الفترة القادمة ودرءا للفتن. يهم مجلس إدارة النادي الأهلي أن لا تحدث فتن بين الجماهير نتيجة تصرفات غير مسؤولة وغير معقولة من رئيس نادي الزمالك. ده كان جزئية مهمة جدا في البداية. كرة القدم بقى وبالتأكيد مهم جدا بالنسبة لك للإعلام إن هو يتكلم كورة، يتكلم في تفاصيل الكورة، لكن للأسف بعض هذه التجاوزات بتبعدنا عن الهدف الرئيسي اللي احنا بنتكلم عنه. لكن عموما النادي الأهلي برضو ماشي في مشواره، عندنا فريق كرة القدم الحمد لله بيسير بشكل جيد، ظهر بشكل لافت للنظر وتألق في الدور التمهيدي ودور ال 32، وده طبيعي بالتأكيد، الأهلي بطل إفريقيا صاحب الألقاب العديدة، 8 ألقاب إفريقية، طبيعي يكون موجود في دور المجموعات وبالتأكيد إن شاء الله يوصل للمراحل النهائية. شغل إداري محترف، شغل فني متميز، كل بيشتغل على قدم وساق من اجل النادي الاهلي، منظومه محترفه تعرف الواجبات اللي عليها والحقوق اللي ليها، والحمد لله الاهلي موجود في دور ال 16 وهناك قرعه لدوري ابطال افريقيا باذن الله يوم الاربعاء القادم في احدى الفنادق هنا في مدينه 6 اكتوبر في القاهره. لكن بالنسبه لمشوار الدوري عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه جدا،
صعوبه المباراه بتاتي لان بالتاكيد فريق الانتاج الحربي من الفرق اللي بتادي كره قدم مميزه جدا في الدوري العام، ودائما الانتاج الحربي في بداياته في الدوري مباراته بتكون صعبه جدا وبيقدر يحقق نتائج متميزه. نرجع للتاريخ ونشوف الاحصائيات والارقام، اخر 3 4 سنوات الانتاج الحربي بيحقق نتائج متميزه جدا في بدايه المسابقه، وهذه النتائج بتساعده حتى نهايه المشوار. لكن مهم جدا في البدايات وانت بتلعب مع الانتاج وتحديدا اللي بيقوده فنان الكابتن مختار مختار، مباراه بتبقى مهمه جدا وبتعطي المباراه اهميه بشكل كبير جدا ايا كان المنافس، لكن كانتاج الحرب تحديدا لا، مباراه ليها خصوصيه لان بيديره بالتاكيد المدير الفني الكوف والقدير الكابتن مختار مختار وصاحب النتائج المتميزه في الدوري المصري. النهارده كان النادي الاهلي عنده تمرين مسائي، هذا التدريب هو خلاص ختام الاستعداد لمباراه الانتاج الحربي، والاستعداد لهذه المباراه بدا عقب التاهل وعقب الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه والتاهل لدور ال 16. المباراه بكره ان شاء الله الساعه 8 على استاد السلام في اطار مباريات الاسبوع الثاني. النهارده تدريب الاهلي كان في حدود حوالي الساعه 5 على ملعب مختار التتش، والفريق في هذه اللحظات توجه الى احدى الفنادق للمبيت فيها والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه الغد بعد اعلان ريني فايلر المدير الفني قائمه الاهلي استعدادا لهذه المباراه. تدريب النهارده تركيز المدير الفني كان على تدريبات الكره، وهو طبعا ليله المباراه ما يبقاش التدريب فيه قوه بدنيه او شغل فني كتير لان ليله المباراه بيبقى تدريب خفيف، لكن كان في شغل تخصصي كده على بعض تدريبات الكره من خلال ريني فايلر، ووقف التدريب اكثر من مره للحديث مع اللاعبين ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات وتصويب الاخطاء. لا بالتاكيد مهم جدا نقول للمشاهدين ان الاسبوع الاول النادي الاهلي فاز على سموحه في الاسكندريه في عقر دار نادي سموحه بهدف مقابل لا شيء، واول 3 نقاط في بدايه الدوري العام. قبل بدايه التدريب كان في محاضره بالفيديو للاعبين مع ريني فايلر. المحاضره كانت مهم جدا ان ريني فايلر يتكلم مع اللاعبين في جزء عملي بخصوص فريق الانتاج الحربي، هو جزء متعلق بالسكاوتنج والتحليل اداء فريق الانتاج، بيبقى محاضرات كده معينه لمده نص ساعه في حضور كل اللاعبين، وده ما تمش النهارده بس الثلاث، لا ده تم كمان على مدار يومي السابقين الاحد والاثنين للحديث بشكل عملي عن فريق الانتاج الحربي والتاكيد على بعض الامور الفنيه ومنح تعليمات خاصه للاعبين لمواصله انطلاقه الفريق القويه في مسابقه الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل بينضم لي على الهاتف زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف، والاستعدادات متواصله لمباراه الانتاج، لكن النهارده التدريب الاخير والاستعداد الاخير لمباراه الغد. ابرز ملامح هذا التدريب والقائمه الرئيسيه اذا كان الجهاز الفني اعلنها بشكل رسمي، مين موجود في القائمه ومن لم يحالفه التوفيق او رؤيه فنيه للجهاز عشان يريح عشان في مباراه ثانيه بعد 72 ساعه. تمام، خليني اقول لك يا زميلي محمد ان طبعا مستر فايلر وباقي الجهاز يمكن يستعدوا لمباراه الانتاج الحربي غدا في 8 مساء في استاد السلام، يمكن بمحاضرتين فيديو يوم الاحد ويوم الاثنين يمكن حوالي نصف ساعه زي ما تفضلت وقلت. النهارده الثلاث يمكن مستر فايلر فضل ان المستبعدين يكون لهم تمرين في العاشره صباحا، طبعا ابرزهم صالح جمعه، احمد الشيخ، الجي ديان، يمكن نكون ابرز اللاعبين اللي اتمرنوا في العاشره صباحا طبعا مع باقي زملائهم. في 5 مساء كان التمرين الرئيسي او قائمه ال 21 لاعب اللي انفرد فيهم النهارده الجهاز الفني بالكامل تحت خياطه، طبعا في تمرين يمكن بدات في 5 مساء كان 18 لاعب وثلاث حراس. خليني اقول لك الاول هذه القائمه، يمكن في حراسه المرمى كان محمد الشناوي وشريف اكرامي ومصطفى شهير، وخط الدفاع كان رامي ربيعه وياسر ابراهيم وايمن اشرف واحمد فتحي ومحمود وحيد ومحمد هادي وعلي معلول، في خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السوليه وحسام عاشور، في خط الوسط المهاجم وليد سليمان، مجدي قفشه، حسين الشحات، رمضان صبحي، اجاييه، صلاح محسن، وليد ازارو، جي لاردو. يمكن دي القائمه ال 21 لاعب اللي اتمرنوا النهارده مع جهاز الاول طبعا للنادي الاهلي، ومن بعدهم حضروا ملعب المباراه. التمرين كان حوالي ساعه بالظبط، يمكن بدا التمرين 5 مساء بتمرين خفيف ثم عضلات ثم تمرين في الكوره، واختتمها بتقسيمه كبيره. يمكن الراجل كان حريص يحط التشكيل هيلعب فيه بكره مع بعض الجمل التكتيكيه، مع بعض التريكات اللي ممكن نشوفها بكره باذن الله، مع بعض يعني التعليمات اللي كانت حريص يوقف فيها التقسيمه وينصح فيها لاعبي النادي الاهلي. بعد انتهاء التمرين اللي استمر ساعه بالتمام والكمال الساعه 9 مساء كان اعلن انتهاء التمرين، اختتم هذا التمرين بشوتنج على الجول لكل لاعبي الفريق.
خليني اقول لك كان في جلسه ايضا مع شريف اكرامي ومستر بايرن استمرت حوالي ثلث ساعه يمكن يتكلم فيها شريف اكرامي عن المرحله السابقه مرحله العلاج اللي كان بيتعالج فيها في المانيا وجاهزيته في الفتره السابقه. يمكن كانت جلسه حوالي ثلث ساعه اتكلم فيها شريف بكل صراحه مع المدير الفني والمدير الفني قبله برضه ايضا بكل صراحه. الله اعلم كواليس هذه الجلسه ايه، ولكن الوجوه بعد هذه الجلسه كان شريف مبتسم وكان مستر بايرن مبتسم. فانضم من جماهير النادي الاهلي الامور بتسود يعني بكل احترام وكل ود داخل الجهاز الفني، والكل بيتقبل طبعا قرارات المدير الفني، والكل بيعمل ان بكره باذن الله يكون في فوز على فريق الحرب الفريق القوي اللي بيقوده جهاز فني اهلاوي وقاده طبعا الكابتن الكبير الكابتن مختار جميل يا محمد. اتفضل لو في اي استفسار. طيب شريف، انت قلت جزئيه مهمه جدا، قلت المجموعه اللي خارج قائمه المباراه الجهاز الفني حدد لها ميعاد تدريب في الصباح الباكر، والمجموعه اللي هتكون معاه في المعسكر عمل لها تدريب حوالي الساعه 5. مدرسه جديده اعتقد في وجهه نظر ريني فايلر ان هو يعتمد على المجموعه اللي هتكون معاه في المباراه في تدريب تخصصي لوحدهم عشان ما يكونش العدد كبير معاه في الملعب، صح كده؟ تمام. الراجل لمدرسه المدربين اللي ما بيحبوش الزحمه كتير في الملعب، الراجل بيحب يركز على المجموعه اللي هتكون بادئه معاه هذه المباراه او البدلاء اللي هتكون على دكه البدلاء، فبيحب يركز قوي مع ال 18 19 لاعب. فهو لو طبعا بقيه التمرين لو في القايمه كلها بالكامل، قايمه النادي الاهلي موجوده مع قطاع الناشئين الصاعدين ثلاث اربع لعيبه الصاعدين، يبقى هيبقى العدد كبير جدا داخل الملعب وهيضطر يمرن هذا العدد. ولكن هو نظرا للتركيز ونظرا لاهميه المباريات في الفتره الاخيره بيبقى حريص ان هو ياخد ال 18 لاعب بس مع تجانب الثلاث حراس ويركز عليهم في بعض الجمل علشان يبقى محفظهم، يقدر يوقف التمرين، يقدر يصلح اخطاء اللعيبه اول باول، يبدا يعمل التريكات اللي بقى عاوز يعملها في المباريات. الراجل ما عملهاش اول مره، الراجل من المعسكرات يمكن عملها في كانو سبورت، الناس المستبعده كان بيقرنها الصبح في دينيا، عملها في مباراه الزمالك، عملها في مباراه سموحه، هو من هذه المدرسه بنحترم وجهه نظره والى الان هو ناجح في هذه الجزئيه اللي شغال عليها مستر فايكر. طيب جزئيه ثانيه يا شريف، هل سالت فكره انه يكون موجود مصطفى شوبير مع الشناوي اكرامي؟ تواجد حراس من الشباب والصاعدين يكونوا موجودين ستيب باي ستيب مرحله مرحله مع الفريق الاول، ويكون في مبادله في مركز الحارس البديل، ولا وجهه نظر حراسه المرمى او الجهاز الفني في هذه المساله؟ او علي لطفي لا قدر ممكن يكون في اصابه ولا ايه؟ عشان بس الجمهور يبقى عارف. علي لطفي يتمرن في العاشره صباحا مع المجموعه، الراجل بيحاول يشوف الحراس الصغيرين، عنده اثنين حراس مواليد 2000 مصطفى شوبير واحمد طارق بيتمرنوا مع علي لطفي، بيتمرنوا مع محمد الشناوي مع شريف اكرامي، الراجل بيحاول يعرف قدرات اللاعبين امام عينه وشبيه. طبعا بيبص على السكاوتنج اللي كان مكتوب قبل كده، هو شاف الفيديوهات قبل كده، ولكن هو بيبقى حريص في الفتره الاخيره يشوف اللاعبين بعينه داخل الملعب اذا كان في تمرينه او في مباريات رسميه. فطبعا من طبع مستر فايلر الفتره الاخيره ان هو لازم هتلاقي مصطفى شوبير في فتره من الفترات، هتلاقي احمد طارق في فتره من الفترات زي ما كان موجود، علي لطفي زي ما كان موجود، شريف اكرامي زي طبعا ما هو بيحرص عليه النادي الاهلي محمد الشناوي، عشان الراجل بيتعرف بنفسه على قدرات لاعبيه علشان يقدر الفتره المقبله يثبت تشكيله ويثبت الاحتياط ويكمل بقى بقيه الموسم باذن الله. باذن الله يكون موسم خير على النادي الاهلي باذن الله. باذن الله. في اي حاجه اضافيه تحب تقولها يا شريف؟ بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، النهارده الراجل ركز على مجموعه معينه، الراجل النهارده لو اللعيبه باذن الله نفذت كل اللي قاله النهارده في تمرين النهارده باذن الله بكره باذن الله بس يكون تكون مع لعيبه النادي الاهلي، وهتلاقي باذن الله بكره الفوز الخامس باذن الله على التوالي باذن الله باذن الله باذن الله. حاجه اخيره يا شريف، مع يعني انت وانت معايا قدامي دلوقتي لقطات على الشاشه، كان علي معلول ومعاه ابنه كريم، وكان طبعا ابنه كان تعبان شويه الفتره الاخيره، وكان الموضوع ده مؤثر على علي نفسيا في فتره من الفترات، طبعا الكلام ده من فتره طويله، لكن علي دلوقتي بقى موجود في التمرين، وشايفين حتى ابنه كريم بقى موجود دايما معاه في التدريبات. الامور الحمد لله اصبحت كويسه، الامور جيده بالنسبه لعلي معلول حتى نفسيا، وابنه الحمد لله اطمنا عليه بقى موجود معاه في الفتره الاخيره. تمام. من حوالي اربع خمس ايام كان فعلا بالفعل علي موجود هو وزوجته وكريم، وكان حريص ينزل ويلعب معاه الكوره في ارض الملعب قبل بدايه المران، كان حريص اجاييه يهزر مع كريم كتير، اجاييه ده مخيف جدا مع لاعبي النادي الاهلي ومع اسرهم، اجاييه بيتكلم عربي مكسر كده هو، فده مخيف جدا، فكان في واسطه يعني هزار ما بين اجاييه وبين علي معلول. لا الحمد لله كريم علي معلول طبعا الحمد لله كريم صحته كويسه، الحمد لله كريم بخير، وعلي بيحاول كل فتره كده يجيبه مع النادي الاهلي هو وزوجته علشان ياخدوا على الاجواء المصريه ويقرب علي ويقرب كريم من الاجواء المصريه اللي علي معلول سعيد بيها جدا، وبيقول انا بعيش احسن ايامي او احسن فترات حياتي في داخل النادي الاهلي وفي مصر كمان. بالتاكيد يا شريف، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب خلال المرحله القادمه.
الجزء المهم جدا في نفسية أي لاعب إن الظروف اللي حواليه كلها تكون كويسة وجيدة. علي معلول من اللعيبة اللي حفرت اسمها في تاريخ النادي الأهلي، مش النهاردة أو الموسم الماضي، لا، من أول يوم كان موجود في صفوف النادي الأهلي، لعيب بإمكانيات متميزة جدا. فعلي معلول كان في فترة من الفترات كان طبعا ابنه، يعني ده ما فيش أغلى من الابن طبعا، فكان تعبان شوية، ولدرجة أنه حتى سافر تونس عشان يكون موجود معه ويطمئن عليه ويخضع لفحوصات طبية. لكن الحمد لله يعني وجود كريم علي معلول في ملعب التتش مع كابتن علي معلول، يعني الحمد لله حاجة بتدينا يعني نطمئن على حالته ونطمئن على صحته، وده بالتأكيد بينعكس على علي معلول مع فريق النادي الأهلي، ويكون جاهز إن شاء الله وتركيزه ذهنيا يكون جاهز مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. في جزئيه مهمه جدا بعد شريف ما قال القايمه وقال ال 21 لاعب اللي موجودين، هي رساله لجمهور النادي الاهلي، ودايما انا بحريص ان انا اقول المعلومه دي او الجمله دي في اي حوار اكون موجود معاكم فيه على شاشه قناه النادي الاهلي، وبتتقال ايا كانت النتيجه، والحمد لله الفريق كسبان اول 4 مباريات في بدايه هذا الموسم. الجهاز الفني لما بيتعامل مع الاختيارات بيتعامل حسب متطلبات كل مباراه وحسب متطلبات كل مرحله. الاهلي هيلعب بكره بتاريخ 2 اكتوبر او بتاريخ 2 اكتوبر، بعدها ب 72 ساعه هيكون في اسوان عنده مباراه مع اسوان يوم 5 اكتوبر، يعني هيخلص مباراه يوم الاربعاء، تاني يوم الخميس هيتمرن تمرين خفيف، الجمعه هيسافر عنده مباراه السبت، مفيش وقت. ففكره ان هو مش هقول يستبعد، لان احنا عايزين رساله لجمهور النادي الاهلي نستبعد من قاموسنا فكره حاجه اسمها استبعاد، مفيش حاجه اسمها استبعاد. فكره ان الجهاز الفني بيتعامل مع كل مباراه حسب متطلبات المرحله اللي هو فيها. المرة دي شايف متطلبات مباراة الانتاج الحربي لاعبين بوصفات معينة، أو لاعبين شاركوا في مباراة كانوا سبورت ولعبوا 90 دقيقة أو عملوا مجهود بدني والمخزون البدني بتاعهم محتاجين ياخدوا ريكفري أو استشفاء بتوقيت معين، فبيفضل إن هو يريحوا مباراة عشان يكون جاهز لمباراة تانية. في ظل كمان زي ما بقول لكم بداية الدوري غريبة شوية، لأن طبيعي أي دوري في العالم بيبدأ ما بين كل مباراة والتانية مش أقل من 5 أيام، لأن المعدل البدني لأي فريق بيبدأ ويطلع تدريجي واحده واحده خطوه خطوه، لكن ضغط المباريات ده بيبقى صعب على اي معد بدني او جهاز فني ان هو يحضر فرقه بضغط بدني في اول 4 5 اسابيع في الدوري العام. فبالتالي رينيه فايلر بيتعامل مع لاعبي النادي الاهلي بمتطلبات المرحله اللي معاه، سواء في ضغط المباريات فمحتاج ان هو يريح اللعيبه عشان ما فيش اي حد يتعرض لاصابات، لان مهما حضرت من برنامج بدني صعب قوي مع الظروف دي ان انت لعيب يكون جاهز معاك كل 48 ساعه وانت لسه بتبدا موسم، نفس الكوره نفسه او نفس اللعيب في الجري مش هيجي لسه في اول 6 مباريات في الدوري، فمحتاج ياخد وقت، في قياسات بدنيه بتتعمل لده. فبالتالي ريح اليو ديانج فهيكون موجود ان شاء الله معاه في مباراه اسوان، معاه قايمه ب 21 لاعب، ممكن الاساسيين او المجموعه اللي بدات المباراه السابقه في كانو سبورت بطل غينيا واحد او اثنين ممكن ما يبداوش المباراه القادمه، فهي رؤيه فنيه ليه. الجمهور بس دوره ان هو ما يتعاملش مع كل قايمه او كل تشكيل مين موجود ومين استبعد، لا، كلمة الاستبعاد دي أرجو 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 إن احنا نشيلها من حساباتنا. ليه؟ لأن هي بتنعكس بالسلب على اللاعب، لأن اللاعب أكيد أوريدي أكيد بيمسك السوشيال ميديا أو بيشوف صفحات التواصل الاجتماعي اللي بيتكتب عليه سواء دخل قائمة أو بره القائمة، فلما بيقرأ كلمة استبعاد صدقوني والله بتبقى أمور نفسية ممكن تأثر في نفسية لاعب، رغم إن هو عارف إن هو مش موجود في المباراة دي ليه، أو حتى الجهاز الفني متفق معاه الأمور الفترة الجاية هتدار إزاي أو الفكرة الفترة الجاية هتبقى ماشية إزاي. فهي دورنا في الاعلام ان احنا نوضح التفاصيل الصغيره دي، لان جمهور النادي الاهلي مهم جدا الفتره الجايه ان احنا نتعامل معاه على ان احنا نكون واعيين قوي 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 للمرحله الجايه وازاي نصدر رسائل ايجابيه للفريق في المرحله القادمه. فبالتالي كل اللعيبه تحت انظار واهتمام رينيه فايلر، صالح جمعه، احمد الشيخ، اليو ديانج، افشه، وليد سليمان، وليد ازارو، اجايه، كل اللعيبه تحت انظار الجهاز الفني بيتعامل معاها حسب متطلبات كل مرحله وحسب احتياجاته وتحضيره لكل مباراه. ندعم ونساند ونلغي بعض التفاصيل او بعض المعاني من قاموسنا، وهتلاقوا الفتره الجايه ان شاء الله احسن واحسن، لان احنا مرحله محتاجين قوي نشتغل معاها بشكل ايجابي. دورنا كاعلام ودور الجمهور صدقوني والله ما يقلش خالص عن دور الجهاز الفني واللاعيبه والاداره، لان احنا كلنا منظومه بتكمل بعضها. في تصريح مهم جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، قال بنحترم فريق الانتاج وبنتطلع لتحقيق اهدافنا قبل توقف مسابقه الدوري. أكد الكابتن سيد على أهمية مواجهة فريق الإنتاج غدا إن شاء الله على استاد السلام في الجولة الثانية من عمر الدوري العام لمواصلة الانطلاقة الفريق والتقدم خطوة جديدة نحو الأهداف التي يتطلع إليها الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة القادمة. في فترة توقف للمسابقة بعد مباراة أسوان نتيجة انشغال المنتخب بأجندة دولية خلال شهر أكتوبر، وغالبا المنتخب يلعب مباراة ودية مع منتخب بوتسوانا. الكابتن سيد قال إن فريق الإنتاج الحربي بيحظى بحب واحترام وتقدير من النادي الأهلي، وهناك اهتمام كبير وتركيز من الجميع قبل هذه المواجهه. قال كمان مدير الكره ان الانتاج الحربي بيضم
بيضم جهاز فني محترم بقيادة كابتن مختار مختار، قدم كرة جيدة خلال الموسم الماضي وحصل على نقطة من النادي الأهلي خلال مباراة الفريقين بالدور الأول، وهو يجيد اللعب مع الكبار ونتائجه تؤكد على ذلك. أضاف الكابتن سيد أن الأهلي يسير خطوة بخطوة خلال الفترة الحالية ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وهناك فصل بين البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الفترة الحالية بسبب الكم الهائل الموجود بين صفوف اللاعبين وخبراتهم في هذه الفترة. عمار حمدي يمكن كان تعرض لإصابة خلال الفترة الأخيرة، لكن إن شاء الله عمل أشعة على الظهر، ظهره كان عمل عليه أشعة لاطمئنان على الإصابة اللي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة. نتيجة الأشعة تحدد بقى البرنامج التأهيلي والبدني اللي يقدر إن شاء الله عمار يكون جاهز للنزول للملعب وتدريب وتنفيذ بعض التدريبات والفقرات البدنية والفنية خلال الفترة القادمة. الفترة الأخيرة كان في تحسن كبير في حالة اللعب، لكن الأشعة دي للإطمئنان عليه قبل المرحلة القادمة. عمار من اللاعبين المتميزة جدا وظهر بشكل جيد الموسم الماضي لما كان معار إلى نادي الاتحاد السكندري. آخر خبرين معايا وعايز أأكد على جزئيتين مهمين جدا. زي بكرة يعني الأربعاء القادم، زي بكرة إن شاء الله قرعة دوري أبطال إفريقيا 16 نادي هيتقسموا لأربع مجموعات، كل مجموعة فيها أربع أندية. هيتم تحديد التصنيف من كلا الفرق ال 16 ان شاء الله يوم الثلاث ليله موعد القرعه عشان يحدد مين تصنيف اول وثاني وثالث ورابع. طبعا كلنا عارفين اول اربع انديه في التصنيف معروفين من اول اجراء قرعه الدور التمهيدي، عشان ده بسببه طبعا النادي الاهلي نتيجه قله عدد الفرق المشاركه، فالمصنف الرابع في الترتيب الافريقي شارك في الادوار التمهيديه، فبالتالي الاربعه الاولانيين معروفين الوداد المغربي الترجي التونسي مازيمبي الكونغولي والنادي الاهلي. البطوله الافريقيه السنه دي تحديدا الصعوبه اللي فيها، هي كل سنه بتبقى صعبه لكن السنه دي الصعوبه اللي فيها ان في ما يقرب من 9 انديه عربيه، طبعا كلهم بلا استثناء سبق لهم التحقيق الفوز بالبطولات الافريقيه وتواجدوا في البطولات الافريقيه حتى المراحل الاخيره، طبعا على راسهم بالتاكيد النادي الاهلي صاحب الرقم الاكثر تتويجا 8 القاب في دوري ابطال افريقيا. حتى الفرق من جنوب افريقيا او الكونغو الديمقراطيه فرق متمرسه على البطوله، فيتا كلوب، مازيمبي الكونغولي، سان داونز الجنوب افريقي، حتى انجولا بترو اتلتيكو او اول اغسطس الانجولي فرق قويه وعتيده، فبالتالي المنافسه والبطوله السنه دي هيبقى لها استعداد خاص وليها قوه مختلفه عن الفترات السابقه. لا تتخيل او يعني هل تتخيلوا ان من ال 16 نادي ما يقرب من حوالي 10 انديه سبق ليهم الفوز بالبطولات الافريقيه سواء دوري الابطال او الكونفدراليه، فده ان دل على شيء بيدل ان البطوله السنه دي قويه جدا جدا، وبننتظر بالتاكيد مواعيد المباريات اللي هتكون انطلاقا ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي في الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر والاول من ديسمبر في نهايه هذا العام، اولى مباريات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. خبر من قطاع الناشئين، اهلي 2005 هيواجه طنطا وديا غدا. فريق الاهلي مواليد 2005 عنده استعداد بالتاكيد لبطوله منطقه القاهره اللي هتنطلق لاول مره هذا الموسم بعد ما كان بيشارك في مسابقات البراعم والاكاديميات خلال المرحله السابقه. قرعه البطوله قالت ان النادي الاهلي مواليد 2005 في المجموعه الاولى مع الزهور والنصر وطلائع الجيش ومركز شباب الاميريه ومصر التامين و15 مايو والمقاولين العرب ومركز شباب التجمع والاتصالات ومصر الجديده وحلوان الرياضي. بيقود الفريق كابتن احمد سمير مدير فني ومعاه الكابتن معتز اينو مدربا عاما واحمد ابراهيم مدرب لحراس المرمى وسيد عرفان مدير اداري واسلام عزيز طبيب للفريق وناجح ابو زهره اخصائي تدليك. فريق الشباب بالنادي الاهلي مواليد 99 خلاص يعني عنده دور الجمهوريه وكان قدم مباراه جيده امام الاتحاد السكندري واستحق فيها الفوز وحصد النقاط الثلاث. الاهلي بدا بشكل جيد في هذه المباراه مواليد 99، بنتكلم في مراحل سنيه قريبه من الفريق الاول، وهذه المراحل الجهاز الفني للفريق الاول بيعتمد عليه بشكل كبير. كلنا شفنا تصريحات الكابتن عمرو انور لما قال ان ريني فايلر بيولي اهتمام كبير بقطاع الناشئين، ولما طلب اربع لعيبه من الشباب بعد ما شافهم في التدريب طلب اثنين يستمروا معاه لفتره معينه، فبالتالي في استراتيجيه لفريق الشباب مع الفريق الاول الاثنين تحت اداره القطاع، فبيتم الاستعداد والتجهيز من قبل الجهاز الفني عشان اذا احتاج عناصر صاعده من قطاع الناشئين يكونوا معاه موجودين كذخيره ان شاء الله في المرحله القادمه، في ظل ان النادي الاهلي بيولي اهتمام كبير جدا لقطاع الناشئين خلال الفتره القادمه. بشكل عام كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في بدايه المشوار المحلي، فوز على سموحه مباراه صعبه مع الانتاج الحربي لكن باذن الله النادي الاهلي قادر، لان البدايه مهمه جدا لازم تبدا وتاخد كل مباراه بجديه. الفوز في البدايات هيساعد بشكل كويس جدا في المراحل النهائيه من الدوري العام، وبناكد على جزئيه مهمه جدا، الدوري تحديدا في الفتره من شهر نوفمبر حتى شهر مارس، الخمس شهور دول لما بتشتغل بشكل كويس وبتحصد اكبر عدد من النقاط تقدر تحسم وتنهي المسابقه مبكرا، فبالتالي البدايه مهمه جدا والجهاز الفني بيشتغل على ده وبيحضر لعيبه لحسب كل مباراه. وهي الرساله الاخيره قبل ما اطلع لفاصل لجمهور النادي الاهلي،
ما تتعاملوش مع القايمة والتشكيل بفكرة مين موجود ومين مستبعد. كلمة الاستبعاد الغوها من القاموس الكروي، هي فكرة مين جاهز وحاضر للمباراة والجهاز الفني رؤيته ايه لهذه المباراة. لو اشتغلنا على ده صدقوني والله رسائل إيجابية بتفرق كتير جدا، لأن السوشيال ميديا جزء من المجتمع سواء للاعب الكرة أو للإعلامي أو للمشجع. فبالتالي هدفنا واحد، إن احنا نكمل بشكل كويس موجودين في دور 16 لبطولة إفريقيا. هدفنا الأميرة الإفريقية إن شاء الله نهاية هذا العام بننافس على الدوري، طبعا البطولة المفضلة بالنسبة لنا، لكن كل سنة لازم الدوري يكون موجود في بيت النادي الأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الكابتن إبراهيم رياض مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق في ضيافة برنامج الأهلي الليلة. اهلا وسهلا بحضراتكم، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، فقره زي ما قلت لكم مهمه جدا لان فقره تخصصيه بنتكلم فيها على مركز حراسه المرمى. هذا المركز ليه دور مؤثر جدا وحيوي في فريق كره القدم بشكل عام. فكره مش 11 لاعب في الملعب وفيه 10 بيأدوا دورهم وحارس المرمى واقف في المرمى وبس، لا ده علم وتدريب واداره ايضا وامور ذهنيه ونفسيه، تحضير كامل لمشروع في شخص بيكون حارس مرمى لنادي لمنتخب بشكل عام. مركز مهم وحساس وليه دور رئيسي جدا سواء في المكسب او حتى الخساره. ضيف النهارده ضيف مش عادي، لان الكابتن ابراهيم رياض من الناس اللي ليهم خبرات كبيره جدا في هذا المجال، وكان موجود في النادي الاهلي في المنتخبات الوطنيه خارج مصر حتى كمان في الدول العربيه، اسم كبير في حراسه المرمى بشكل عام. وجوده النهارده مهم جدا عشان المتابع واللي بيهتم بكره القدم يعرف هذه التفاصيل، لان الفكره مش 11 واحد بيلعبوا في الملعب وخلاص، لا في تفاصيل وفي مشروعات بتتعمل على هذا المركز. كابتن ابراهيم رياض مدرب حراس مرمى النادي الاهلي سابقا، برحب بيه في برنامج الاهلي الليله. منور الدنيا يا كابتن ابراهيم. نورك يا كابتن، وانا سعيد ان انا التقي بيك لتاني مره يعني. انا اسعد يا كابتن ابراهيم، ليا الشرف. ده يسعدنا جدا. الله يخليك. طبعا مهم جدا هذا الموضوع، وقلت مركز حراسه المرمى مركز مؤثر وليه تاثير سواء بالايجاب او السلب على اي فريق كوره لو المركز ده سواء متحضر بشكل كويس او حتى مش متحضر بشكل كويس. تعليق حضرتك. حضرتك اي تيم بيستمد ثقته من حارس مرمى. طالما حارس المرمى مش على المستوى هيهز اي تيم، لسبب بسيط، احساس كل لعيب في الملعب ان اي هجمه عليه هتدخل جول. اللي هيتسرب جواه ان انا طب حتى لو جبت جول هيخش فيها اتنين. يبقى اذا هنا حارس المرمى الجاي بيدي ثقه وبيخلي التيم بتاعك بيشوف الفوز قدامه، وتلاقي الموضوع كمان الثقه ان انا ظهري كويس وانا، ولكن انا النهارده حارس المرمى بتاعي مهزوز او للاسف يعني او ضعيف، اي كره بتروح لجول انا خلاص دي جول. وبسبب ارتباك شديد لخط الظهر ان على طول في حاله قلق. ولكن طول ما الراجل حارس المرمى ده على مستوى جيد وعنده حسن القياده وترجع لشخصيته، انا بعتبر شخصيه حارس المرمى من اهم العناصر في تكوينه. يعني المفروض عنده عناصر كتير جدا بما يمتلك من نواحي مهاريه ومن نواحي خططيه ومن جزء بدني وذهني، ولكن الشخصيه بتلعب دور كبير جدا، لان انا بقود وبحرك يعني نص الفريق بحركه من اول خط الظهر لغايه نص الملعب. لان انا المفروض حتى بتلاقي حضرتك يعني في انديه اوروبا كتير جدا حارس المرمى هو كابتن الفرقه. لان هو للقياده الخلفيه، لان انا بقود من الخلف انا شايف اكتر. يعني فدي ده جزء مهم جدا. فانا بعتبر ان حارس المرمى ده عمود الفقري لاي فرقه. الاول نحط حارس مرمى جيد وبعد كده نبني. نمسكها حتى بسيطه جدا. انا عندي النهارده الفرق الارقام المحطوطه فيها قد ايه؟ ملايين، مبالغ خياليه. طيب حارس المرمى عندي مش جيد، اي كره جول او بلاش اي كره جول، بتسبب من اخطاء معينه بتسبب في هزيمه. طب انا بضيع الملايين دي. يبقى اول جزء بيتحط الاساسي اللي احنا بنبني عليه اول حاجه الاساس هو حارس المرمى. وحارس المرمى من اصعب المراكز في الفرقه، لان هو اساسا كل شغله بيعتمد على رد الفعل. اولا رد فعل في قرار، رد فعل
في المهارة اللي بتطلع بتتناسب مع المثير اللي جاي او الحدث اللي جاي، اذا كانت كرة فوق اذا كانت تحت، انه هيلعبها برجله وهيصدها ازاي، هيضربها ازاي، هيترمي عليها، هيبدا بقى رد فعل في القرار، هيخرج امتى، هيقف، هيكلم زمايله، هطلع انا ممكن لفظ ينقذ هدف، كلمة واحدة، كرة مرفوعة قلت لزميلي طلع العبها على طول، شتت ما التشتيت جزء من اللعب عندنا في كورة. مظبوط. طيب اتأخرت شوية حتى لو جزء من الثانية، خلاص لسه هيوقفها، اتقطعت منه ردة جول، يبقى هنا صحيح، يبقى كلمة. أنا كحارس مرمى شوف حضرتك في القرار خروج لو ما اتكلمتش، طب ما هطلع زميلي ما يعرفش، ما فيش الربط بينه وبين المدافعين، ودي مهمة جدا عملية الربط واللينك اللي هو بين حارس المرمى والخطوط الأمامية. عشان كده بيقولوا شطارة حارس المرمى إنه دايما بيتكلم على المدافعين اللي معاه. حضرتك أنا زي حاضر، أنا ممكن أطلع وأوصل لغاية الكورة وأندي على اسمي. معلش إحنا بنقولها زي حضرتك بالظبط، أنا سايق عربية بعد ما أدوس الراجل أزمره، أديله كلاكس بعد ما أموته. يبقى زين قبل ما أطلع لازم أنده. يبقى بص في القرار فين بقى حضرتك؟ مش موضوع عشوائي، أنا بطلع وخلاص وحنده، وهيركز في الكورة إزاي وهو أنت بتتكلم وبتركز، فعملية صعبة جدا. أكيد. فهنا حارس المرمى شغله كله رد فعل. عشان كده رد فعل هو استجابة حركية لمثير معين في أقل زمن. المثير ده في كل الأوضاع. يبقى شغل رد فعل. يبقى إذا رد فعل يبقى إحنا بنشتغل على أدق التفاصيل. مظبوط. إذا ما كانش اللي إحنا بنشتغل عليه في كل جزيئات، طب خلاص، ما رد الفعل هيطلع من إيه حضرتك؟ الرد الفعل بيطلع من خبرات تراكمية ومن تعليم لمهارات وتعليم لأداء حركي وتعليم، ما هو ده اللي بيطلع. طب أنا حضرتك أنا ما عنديش مهارات، إيه رد الفعل اللي هيطلع؟ مفيش رد فعل. مفيش رد فعل. الكرة جاية عاوزة، أنا ضعيف في الحتة دي وضعيف في الحتة دي وضعيف في الحتة دي. يبقى إذن هنا رد الفعل بيعتمد على ما هو تلقاه حارس المرمى وايه اللي اتعلمه وايه الخبرات التراكميه اللي وصلت له في الموقف ده. عشان كده انا بقول مدرب حارس المرمى ان المدرب الجيد هو اللي بيوصل قبل الحدث، مش بعد ما يحصل المشكله يقول يا ابني كنت المفروض تعمل كذا 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 كذا. لا، ده يبقى نحطه على جنب شويه. ولكن المدرب الجيد هو اللي قبل الحدث مش بعد الحدث. تمام. ما هي دي النقطة. يعني أنا دايما حتى يعني بقول الآتي، يجي مثلا لعيب جاي حارس مرمى صغير يقول لك ما عندوش خبرات، الخبرات دي بياخدها من المدرب. أنا بختصر له الزمن. بالخبرات اللي أنا بمتلكها بوصلها له، يبقى هيبدأ يطلع من آخر نقطة أنا وصلت لها أنا. يبقى المسافة إيه؟ هتبقى صغيرة. صغيرة جدا. في عملية إن هو الخبرات اللي هيكتسبها. ولكن طول ما هو أنا هجيب جول هيقعد يكتسب كل الخبرات دي، يبقى أنا ما عنديش حاجة، أنا آسف يعني. طيب، تطوير حارس المرمى وتطوير هذا المركز تحديدًا، أكيد ده بيتطلب إنك بتجهز مشروع عشان تشتغل عليه عشان تطور هذا المركز وهذا الحارس. المشروع بيبقى عبارة عن إيه؟ أو الفكرة الاستراتيجية نفسها تبقى إزاي؟ إحنا هنتكلم بس بصراحة جدًا. ندخل بقى في التفاصيل. بصراحة جدًا كمان. أكيد طبعًا. أنا الفترة اللي فاتت قمت بعمل دراسات تنشيطية لمدرب حراس المرمى تبع اتحاد الكورة. المدربين للمدربين واحده في الغردقه، واحده في الاسكندريه، واحده في البحر، في البحيره. تمام. وشفت عينه كبيره جدا من المدربين صعبوا علي. بأني كاتيجوري يعني، دوري ممتاز ولا في الاقسام الاخرى؟ في القطاع الناشئين، وفي بعض منهم كان في دوري ممتاز. تمام. صعبوا علي. بمعنى صعبوا علي لسبب، في معلومه مش واصله، وفي معلومه عشوائيه، وفي فيش معلومه واصله خالص، وفي ناس اساسا ما لعبتش ودخل المهنه دي قصه. دول المسؤولين، وفي ناس منهم عباقره، مش كله يعني، ولكن الغالبيه العظمى اللي انا بتكلم عليها الشريحه دي للاسف الشديد اللي انا شفته. طيب انا كمدرب ما اعرفش اعمل نموذج، لا امتلك المهاره دي، وده يقول لي اعمل دي كده، روح انا جاي عامل، او شفت نور بيعمل مش عارف ايه روح اعمل، بالرغم ان ممكن يكون نور غلط في الوضع ده. طيب المنتج عندنا هيطلع ايه؟
مفيش منتج، مفيش منتج كده، لان احنا القاعده العريضه اللي هي القطاع اللي تحت من اول الثمان سنين او السبع سنين دول يعني لا حول لهم ولا ايه ولا قوه، ان الناس دي مفيش حاجه واصله لهم، وده الاساس بالشكل. عارف حضرتك احنا بنعمل ايه؟ معلش انا هقولها كده ومحدش يزعل يعني، براحتك. احنا بنطور الوهم، ما فيش حاجه احنا بنطورها. يعني حضرتك بنعمل ايه؟ الولد ما بيتعلمش، لا عارف يمسك كوره ولا عارف يترمي ولا عارف كذا، وبعدين بيروح عامل له تدريبات للتطوير. يعني انت لو شفت النماذج، انا ما رضيتش اجيبها عشان ايه ما احرجش ناس كتير، نماذج للعمليه التدريبيه لمراحل سنيه صغيره ست سنين وسبع سنين بتاع درجه اولى ومنتخبات، يعني دي نماذج للتطوير مش لنماذج للتعليم. انا مفروض المرحله السنيه دي حضرتك من السن اللي هو سبع سنين ولا ست سنين لغايه ال 12 13 سنه ده تعليم، نكتب كده على ظهره تعليم زي العربيه زمان اللي كانت تمشي يقول عليها تعليم دي، والمعلم على ظهره معلم. للاسف دي مش موجوده، ودي انا برجع لها لحاجه مهمه جدا. بعض المديرين الفنيين مسؤولين عن هذا العمل، المدير الفني الكوتش مسؤول عن الجهاز طبعا. ليه حضرتك؟ بيطلب من المدرب في للولد اللي عنده 8 سنين و7 سنين اشياء لا يمكن هيعملها. يعني يقول له انا عاوز الولد مش عارف الكوره اللي بتخش عاليه فيه، طب ما الولد طوله 130 سنتي، طب هيعمل ايه ده؟ وعضلاته والقوه والقدره اللي عنده دي هيجيبها منين؟ طب دور المدرب، رد الفعل بتاع الولد الصغير ده ايه؟ طب حضرتك الاداء الحركي بتاعه ايه؟ لان القوه او العناصر اللي موجوده جواه في المرحله السنيه دي محدوده جدا، ولانها في مرحله نمو، هتلاقي من مرحله لمرحله لمرحله لمرحله. طب انا المرحله الصغيره دي ايه اللي هيطلع؟ هو لا الولد لو جبت ولد قلت له اعمل جامب كده او اوسب كده في هيطلع لك 3 سنتي، طب انت طالب منه ان يطلع 10 سنتي عشان يعوض طوله كمان، طب هيجيب منين؟ صعبه جدا طبعا. اصل الولد ده ما بيطلعش في الانفرادات، انفرادات ايه؟ الولد ده اصلي الكره مش عارف دخلت فيه كان لازم يطلعها بايده العكسيه، انا عكسيه وكلام فاضي. ولكن احنا المفروض المرحله السنيه دي بنختار عناصر بتمتلك قدرات، بنقول الولد ده يمتلك ولا ما يمتلكش، يعني عنده توافق اللعبه، عنده التكوين الجسماني المناسب لحراسه المرمى، بنشوف في بعض العناصر اللياقه البدنيه زي مثلا عنده النمط بتاعه سريع لان انا محتاجه كحارس مرمى. طب عنده شخصيه، انت بتحس بالولد وهو ممكن حتى وعنده اربع خمس سنين عنده شخصيه، ولد عن ولد عنده شخصيه. يبقى احنا الحاجات دي كلها لما بنيجي نختار بنختار العناصر دي. طب لما نختار العناصر دي طالما موجوده لازم استحمله وانتظر لغايه ما يمر بالمراحل السنيه بتاعته من مرحله لمرحله 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 بتاعه الطبيعي بالظبط. يعني زي ما نجيب ولد مثلا وحضرتك في اولى ابتدائي بنتعلم الف ب، اقول له معلش بعد اذنك اكتب لي موضوع انشا او اعرب لي الجمله دي، اعرب ايه ده هو اساسا مش عارف الف ب. طب يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا مشكله. هي المشكله حضرتك النهارده في المدرسه، احنا مشكله التعليم عندنا ايه؟ مدرس ولا مدرسه؟ تمام. لا المشكله عندنا المدرس. المدرس عندك مدرس جيد هيطلع منتج هايل، عندي مدرسه رائعه وعندي فصول وعندي عدد محدود من الطلبه او التلاميذ، ولكن حضرتك مفيش مدرس المنتج صفر. طيب بدايه المشروع حضرتك وضع له عنوان صقور كره القدم. بالظبط. ده المشروع ده حضرتك مشروع ازاي نختار، ازاي نعلم، ازاي نحسن، تمام، اللي هو الاعداد، ازاي نطور اللي هو كيف تصنع حارس مرمى. كيف تصنع حارس مرمى؟ تمام. حضرتك ده هو جزء على جزئين، كل جزء 30 ساعة. 30 ساعة. 30 ساعة؟ كمحاضرات؟ لا بص حضرتك عبارة عن ايه؟ احنا عملنا حاجة عشان نوحد المهارات او نقول للناس يا جماعة ان حراسة المرمى لان منهج مفقود عندنا احنا. طيب احنا بنقول عندنا 30 مهارة. ال 30 مهارة دول ادي احسن حراس مرمى في العالم بيأدوها بنفس التكنيك، يعني الطريقه الفنيه واحده. وبالتالي يبقى اذا المهاره دي خلاص احنا وثقناها. فاحنا بنوثق عن طريق هذا الكلام، دي المهارات. بعد كده بنجيب المهاره من خلال المباراه.
بيأديها ازاي؟ الاداء الحركي ازاي؟ بياخد خطوه ازاي؟ خطوه مش عارف ايه، مقصيه، خطوه تعاقبيه. ادي اللقطات اهي من المباريات. يبقى هنا بنثبتها. الولد لما بيشوف نماذج العالميه بتمسك الكره ازاي وبتتعامل كره ازاي، يبقى سرعه التعلم التعليم ايه؟ بصري وسمعي. تمام. طب انا ما شفتش النموذج، هقول له يا ابني ترمي، يا ابني ترمي. يقول يا كابتن طيب، ما هو داخليا، طب يا كابتن ما توريني ازاي اترمي، ما هيعملها ازاي؟ صح. دخل في القصه، دخل في القصه دي. فعشان كده كان المشروع بيمر بمرحله بان هو بيدخل الاول القاعه على فترات، لو احنا بنعلم مهاره، ان احنا بنعلم ثلاث مهارات في الشهر، بيخش بيشوف المهاره دي بتأدى ازاي وبيطلع نبدا نعلمها له بره. هو شاف جزء كبير جدا، فهو عاوز لما بيشوف عاوز يقلد. فجزء من التعليم هو المحاكاه. اكيد طبعا لازم يكون في شغل عملي عشان يقلد. اه طبعا. فالتقليد ده بيفيدنا في سرعه التعلم. فدي الجزء اللي احنا حاطينه في الجزئيه دي. اه حضرتك قسمتها جزئين، الجزء الاول وجزء ثاني. اه وبعدين حاطين جزء للمدربين ازاي يحط برامج، البرامج السنويه، وبعدين التقييم عن طريق الاختبارات. انا شو حطيت برنامج، طب اعرف ازاي المعدل ماشي مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى عن طريق الاختبارات. بتعمل اختبارات عشان تقيس المستوى اللي وصله. انا ماشي مظبوط ولا مش؟ آه. البرنامج ده ماشي راح فين؟ ده الجزء حضرتك اللي هو بينتقل من الملعب يعني الاول في المرحله الاولى. آه. في قاعه محاضره نظريه. اه وبعد كده اللي هو بيشوف طبعا الجزء، وبعد كده يبدا ينزل الملعب عشان العمل. يطبق. آه. بالظبط حضرتك. ده المرحله الثانيه. دي المرحله الثانيه. طيب دي صور بقى، دي هنخش بقى على التوثيق بقى للمهارات. داخلين فيها اللي هو 30 مهاره، كل مهارة بتخش في كذا مرحلة بتاعتها. الأول صور، وبعد كده عملي يعني بينزل نجيب له لقطات حية، وبعد كده بنعمل له العملية التعليم بتتم إزاي. ما أنا ممكن أتكلم أقول لك آه ونعمل كذا، ولكن ما طب فين التعليم؟ الأساس نفسه. ولكن آه. التعليم ده موجود، إحنا عاملين البرنامج كله من ال 30 مهارة متعلمين. ده اللي هو محتويات الجزء الثاني. لا الجزء الأول كله ده حضرتك في الجزء، ده جزء أول. الجزء الثاني تكتيك أكتر. اه الجزء الثاني تحرك تكتيك للحارس. اه الحارس المرمى. اه لكن الجزء يعني الاول كله مهارات، وجزء حضرتك اللي هو وضع البرنامج والخطه والخطط اللي هو عشان التدريب، ده خاص اكتر بالمدربين. وحاطين الاخطاء الشائعه، اللي حاطين حوالي 350 خطا شائع. دي فيديوهات ليه؟ لان دي جزء مهم. بنقول له بص اهو، لو ما عملت كذا شوف هيحصل ايه، زي جزء منها بالقدم وجزء بالراس وجزء في المسك، يعني كل المهارات العامه والخاصه لحارس المرمى. فبالتالي يبقى هو هيجتهد انه يعني نتلاشى الاخطاء دي. تمام. طيب باقي الاجزاء دي جزئيه متعلقه بالتحرك. اه الاول كابتن ابراهيم، فكره حارس المرمى ايه التحركات اللي بيشتغل عليها؟ لا احنا مقسمين حضرتك زوايا. الاول بنقسم ملعب اللي هو تقسيم الملعب اللي هو احنا بنسميه التحرك العام، ده موجود في البرنامج كمان. التحرك العام ده بنقسم ملعب اربع اجزاء. في الجزء الاولاني بيقابله حارس المرمى اللي هو في حاله دفاعيه في بعد معين، وبعدين في الجزء الثاني اللي هو الاول من اول خط المرمى لغايه اول الدايره، وبعدين من اول الدايره لغايه نص الملعب، ومن نص الملعب لغايه اخر الدايره، وبعدين الجزء النهائي. دي اربع اجزاء، في جزء داخلي وجزء خارجي. دي عاوزه شغلانه يعني خلينا نكمل حضرتك. لا 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 بس فحضرتك جزء داخلي وجزء خارجي، وبعدين بيتحرك بقى حارس المرمى. لما بيبقى في الكوره في الجزء الاولاني حارس المرمى بيبقى من اول القوس لغايه ال 18، في الجزء الثاني يبقى من ال 18 نقطه ضرب الجزاء، وبعدين في الجزء الثالث اللي هو لسه احنا في الدايره برضو هيبقى من نقطه ضربه الجزاء لغايه الستة يارده، وبعد كده اول ما يعدي الدايره بيدخل جوه الستة يارده بيبقى على خمسه، وبعدين يرجع يبقى على ثلاثه وعلى اثنين. تمام. وبعدين بتحركات جانبيه طبعا ليها نظام، وبعد كده داخلين بقى في زوايا، في عندنا ست زوايا بنتحرك عليهم. في المرمى منشأهم بيطلع من نقطة السنتر بتاع الجول، يعني نص المنتصف بتاع الجول، اللي هو نقطة البنالتي يبقى سيم نصين، وبعدين بداية القوس ونهاية القوس وبوز ال 18 من هنا، يبقى عملت ست زوايا. دول اللي احنا بنتحرك عليهم. تمام. مع قوس وهمي ده اللي بينزلنا ازاي عشان نقفل بيه الزوايا العكسيه، وازاي احنا بنقرب من خطوط من خط المرمى في بعض الزوايا. دي قصه ثانيه. تمام. شغل المحاضرات والشغل العملي والنظره ده كله هل مرتبط بالمراحل السنيه الصغيره؟ في اجزاء منها للمراحل السنيه الصغيره. اجزاء منها؟ اه. في تحركات بسيطه بنديها له ازاي ينزل كده وازاي ينزل كده، وبنقسم له الجول نصين. لان المرمى بتاعه صغير. فالكره هنا يبقى انا هاخد الجزئيه دي، لو هنا بياخد الجزئيه دي. ا ب.
ألف ب ألف ب. ولكن أنا حقيقي النهاردة أنا جاي بمشروع بعد الجزء اللي أنا قلت لسعادتك المشكلة اللي احنا عندنا الكبيرة جدا دي. المشروع ده لازم يتعمل في مصر معهد متخصص في حراسة المرمى ويتبع وزارة الشباب والرياضة، واللي هيقوم على العمل في هذا المعهد أو الإشراف عليه كلية التربية الرياضية من دكاترة في علم النفس الرياضي، من علم حركة، من اختبارات ومقاييس، من فسيولوجي وتشريح، كل الأقسام اللي أنا محتاجها كحارس مرمى بتنبع من كلية التربية الرياضية. تمام. لكن ودي هتبقى معلش انا اسف اتفضل دي هتبقى ليها اسبقيه في منطقه الشرق الاوسط كله، ان يبقى في معهد متخصص لهذا المركز الخطير. انت عايز تخليه معهد متخصص للمركز ده مدته 6 شهور. يعني انا خلصت النهارده حضرتك اللعب بتاعي، ادخل 6 شهور يبقى انا هتخرج مدرب حرس مرمى. ده معهد تعليمي للمدرب الحراس للمدرب بس. يبقى زين هنا هتشتغل انت، يبقى انت بتخرج مدربين يمتلكوا، يبقى انت بتخرج لعيبه او حراس مرمى على مستويات الى اقصى درجه من المستويات. بس يا كابتن ابراهيم، هل ده يتعارض مع فكره رخصه المدربين؟ لا، لان في هقول ساعتك ليه. اتفضل. انا المعهد ده زي انا النهارده خريج كليه التربيه الرياضيه، طب ما بروح اخد دراسات، لان اللايسنس اللي انا باخده دي رخصه بشتغل بيها، ولكن انا هنا ده بتخرج من المعهد ده. يبقى المعهد ده زي ما انا حضرتك النهارده في ناس بتطلع بره، وبالرغم ان هو في رخصه سي وبي وايه ويطلع ياخد دراسات بره، بياخدها هنا او ياخدها هنا، المشكله يعني شيء لا يتعارض. هو المعهد كدراسات، دراسات فقط. تمام. بس الدراسات يعني انا حضرتك لما باخد الرخصه باخدها في قد ايه؟ اسبوعين حسب المعدل الزمني لكل مستوى. ده بص حضرتك، لا اسبوعين. اسبوعين. طب ساعتك انا باخد رخصه في اسبوعين. انا النهارده باخد مثلا علم التدريب باخده في 4 سنين، الراجل ده هاخده في اسبوعين؟ هاخد علم النفس الرياضي باخده في 4 سنين. ولكن لما بقول حته ما اخش في جزء التخصص بقى واقول ان دي ياخدها 6 شهور وبيطلع زي الاساسيه، يبقى اذا هنا انا بعد مدرب حقيقي، لان هيبقى فيها نجاح في تخرج وفي رسوب، ويبقى المدرب اللي بيطلع من هنا يبقى طالع مدرب متاسس، يبقى زين هنا انا ضمنت يبقى عندي حد ادنى للمستوى الفني للمدربين بتوعنا ومعاه شهاده معتمده من الدوله لان تتبع وزاره الشباب والرياضه. بالظبط. ويبقى هيبقى في مش عندنا في مصر بس، هيجي لك من منطقه الخليج كله عشان يجي لك المعهد ده، هيجي لك من افريقيا هيجي لك المعهد ده. انت شغلت سياحه دخلت فلوس، ما هو المعهد ده اللي بيدخله كمان بيخش بفلوس يعني مش مجاني، يبقى انت دخلت عملت موارد، يبقى هو صرف على نفسه، ولكن انت عملت كوادر، الكوادر دي كمان بتعد الراجل اللي بيطلع بره وبيمثلنا ويبقى سفير لينا، يبقى بيطلع كوادر على حق، بس هيبقى في منهجيه في العمل وفي علم وفي دراسه اكيد. ولكن اللي بيحصل معلش انا اسف يعني اللي هات من الشرق وهات من الغرب انا غير مقتنع بيه، لان انا بشوف الفيديوهات اللي بتتم لا فيها اصلاح ولا فيها كذا ولا تتناسب مع المراحل دي ولا دي ولا دي، يعني ولد عنده 6 سنين طخ طخ دب طخ، طب وهو لا عارف يمسك كوره ولا عارف يترمي ولا عارف يعمل حاجه خالص، ويطلب منه الولد 6 سنين يطلب منه يعمل مش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه في ايه. هذا المشروع يا كابتن ابراهيم انت رصدته ووضعته بناء على واقع انت عشته. بالظبط يا فندم. حضرتك انا ده الواقع اللي انا بقوله لبلدي، انا مش ماليش دور فيه، انا بشرح، انا بقول حاجه بعرضها ولكن ليس ليها فيها اي مطمع. انا راجل لا هدرب تاني ولا داخل في منافسه مع حد ولا ليه طعم ولا انا عاوز اعمل هذا الكلام. مش لسه هنقول الكلام ده، تاريخ طويل مع انا بقول حضرتك، ولكن انا من واجبي شفت حاجه سلبيه لازم انا بقول ايه العلاج. شيء ممكن يبقى غير مسبوق لبلدنا. طب دور اتحاد الكوره والمدير الفني للاتحاد في المساله ده ديت هو دور بص حضرتك ممكن يبقى يعني هل المشروع ده ممكن الاتحاد نفسه يشتغل عليه؟ لو يشتغل عليه المشكله احنا بنقول اهو مشروع اهو، انت بتفتح معهد ممكن اتحادات اللعبه ممكن يشاركوا فيه، يعني مثلا ممكن اتحاد افريقي
لو هو معهد مظبوط ومعهد علمي مظبوط ايه المشكله؟ مبني على اسس علميه بالظبط، ولكن هيكلته تقوم على التربيه الرياضيه الدكاتره بتوعنا جزء التخصص. امال حضرتك الابحاث اللي بتتعمل و و و احنا بنستفيد بها ايه؟ انا جيت فتره حضرتك عملت بعض الابحاث وطبقتها عندي في المركز الاولاد صغيرين، ربطت بين حاجتين، بين قوانين علم الحركه اللي هي دخلت بقى فيها قوانين نيوتن تمام. وبين حراسه المرمى تمام. طيب نخرج لفاصل عشان يبقى الموضوع محتاج يتشرح بالكامل عشان ما نقطعش في وسط الحديث. لا يا حبيبي فضل. عشان نكمل فضل الموضوع بالنسبه للناس. طيب نخرج لفاصل وبعد الفاصل نواصل حديثنا مع الكابتن ابراهيم رياض. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد والحديث متواصل مع الكابتن ابراهيم رياض. كابتن ابراهيم طبعا يعني كنا بنتكلم في فكره المشروع في حد ذاته، وقلت لي كده في الفاصل احنا بنتكلم ان حارس المرمى اهم حاجه يكون فيه فطره. طبعا يكون عنده الفطره او البدايه نفسها. هو حارس المرمى حضرتك اول نقطه اللي هو التالنت الموهبه لازم تبقى موجوده بتتمثل في توافق اللعب. يعني ممكن حضرتك واحد عنده الموهبه في الرياضيات ممكن يكون ضعيف في اللغه العربيه، واحد يكون عن يعني شاعر وعبقري في اللغه العربيه في النثر والشعر ولكن يجهل الرياضيات. يعني كل مهنه ولها الموهبه بتاعتها. حراسه المرمى التوافق اللعبه دي اول نقطه احنا بناخد عليها. بعد كده ذكاء اللعب دي خطيره. يعني النهارده انا ممكن اجيب واحد يبان لك ان هو بيترمي ويعمل، ولكن هنا بقى هيظهر لك بقى في القرار وفي التعامل ودخله بقى في شخصيته ودخله ذكاء اللعب. انا ممكن اكون مثلا معلش سوري يعني واحد ذكي في الجريمه ولكن بقيه الحاجات من صفر. واحد يعني فالعمليه حضرتك ذكاء اللعب من الحاجات المطلوبه جدا ولازم يبقى ليها معايير في الاختيار تتحط. مهم جدا. يعني ما دي داخله صح ضمن الشخصيه. الشجاعه داخله ضمن الشخصيه. ف هيتبني عليها القرارات ويتبني عليها قياده وتوجيه. احنا مثلا حضرتك في زمان واحنا صغيرين ممكن مثلا مدرس يطلع يروح مطلع ولد كده يقول له خليك انت واقف عليهم الفه وبتاع، لا شخصيه، وهو عنده خمس سنين ست سنين شخصيه. شوف شخصيه بتبان من بتبان فيه بالفطره بالفطره. ولد عنده شخصيه صح. ويقف ووقف ومحدش يتكلم فالنهارده الشخصيه دي انت ممكن تكتشفها في اي زمن وفي اي وقت. ولكن احنا نرجع حضرتك للجزء المهم جدا اللي هو المشروع اللي انا بتكلم عليه اللي هو عمل معهد متخصص في حراسه المرمى. ده هيفيد كل ما يخص حراسه المرمى من اوتو زد. يعني المدرب ده انا اول ما عديت المدرب ده بشكل جيد والمدرب هيروح يلاقي بقى المنهج ويلاقي الماده العلميه وهيمشي يتحط على الرود مظبوط هتلاقي الدنيا اختلفت 360 درجه. طيب في الماتيريال اللي احنا عرضناه من شويه المتعلق بالمشروع الجزء الاول والجزء الثاني تمام، هذه التفاصيل المتعلقه بالمشروع في المعهد اللي ممكن يكون متخصص لمركز حراسه المرمى انا مش جايبه عشان اعرضه على القصه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي مع اذن حضرتك. يعني انا مش جايب هذا المشروع ده كان حاجه لوحدها خالص، ان انا الثمان سنين اللي فاتوا عملت هذا حاولت ان انا اعمل هذا المشروع عشان يبقى فيه منهج وخط احنا ممكن نشتغل عليه. بس المنهج والخط ده اللي هيدرس في المعهد؟ لا ممكن ما يدرس في المعهد، ممكن ما يدرسش في المعهد. لا 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 انا بقول لحضرتك انا مش فكره المعهد دي ممكن يدرس وممكن ما يدرسش ممكن يتاخد بيه وممكن ما يتاخد. انا جاي مش عشان اروج او اقول ان انا عندي مشروع جاي انا اعمله لهذا القصه. انا عارف ولكن احنا بنقول هذا المعهد هيشترك فيه القاده الدكاتره اللي احنا بيتخرجوا من كليه التربيه وبيعملوا مفروض ابحاث يطبقوا لنا مثلا علم الحركه ويطبقوا لنا كذا وازاي يقننوا العمليه التدريبيه. حضرتك الولد الصغير بيتمرن قد كده مش اذا شفت حضرتك الكميه والجرعات التدريبيه اللي بياخدها طبعا ما فيش حاجه اسمها جرعات بالبركه. يعني التدريب ده جرعه
زي الدواء، ممكن يقول لك خد نص ربع قرص او نص قرص، خد معلقه صغيره، ما قالش خد عشان نخف ناخد الازازه كلها. فالتدريب جرعه، لا هو فاهمين ان هو كتر التدريب وليه الامر ياخد ده، في اولياء امور بياخد الولد يطلعوه من الاكاديميه دي الاكاديميه دي للنادي الاكاديميه دي. يا سيدي انت كده بتخلص على ابنك تماما. لا هو فاكر لما يعمل كل ده الولد هيبقى كويس وهيروح وهتلاقي ده يقول له حاجه وده يقول له حاجه وده يقول له. العمليه فيها تضارب غير طبيعي، المساله معقده جدا جدا كمان. انا بتكلم في تخصص انا اللي هو حضرتك حراسه المرمى وكيفيه علاجها وازاي احنا يعني نوصل بيها للعالميه. بس الى اي مدى او الى هذا المستوى اللي احنا وصلنا ليه؟ رغم ان عندنا ممكن حارس اثنين ثلاثه، لكن اللي حضرتك لمسته على ارض الواقع لما رحت في اكتر من مكان وكان في تدريبات، عندك مشكله في المدربين نفسهم، فبالتالي انت مش هيتخلق عندك جيل عدد كبير، او انت لو عندك ثلاثه اربعه اساسيين او كويسين انت عايز تخلق جيل حتى يطلع بره يحترف. بالظبط. النهارده حضرتك عندنا يمكن العدد الانديه برضو مش بتقدر تستوعب كل المدرب، في ناس قاعده في بيوتها. طب احنا لما نعد مدرب كويس هيطلع، هيبقى سمعه عندنا راس حربه لينا بره. طب لما بيطلع المدرب وهو لا يمتلك، هو اصلا في كام مدرب في مصر في حراسه المرمى عندهم رخص تدريبيه؟ لا ممكن عدد كبير وكله عنده رخص متاحه يعني. كله عنده ما فيش اي مشكله، ولكن احنا بنتكلم على بره. كم مدرب عندنا بره بيدرب في الدرجه الاولى في الدول العربيه؟ يعني على ما اتذكر مفيش غير الكابتن ايهاب جلال انتقل من اكتر ما يروح عليهم في ليبيا. مفيش. يعني انا بتكلم حضرتك على مدربي حراس المرمى. وفي تونس؟ تونس في واحد عايش طول عمره هناك اللي هو طارق عبد العليم، كابتن طارق عبد العليم، ولكن بالزبط. بعد كده مفيش. طب يعتبر لو هو اثنين يعتبر هذا العدد؟ لا قليل جدا طبعا، ويمكن يكون اجتهاد شخص منهم. بالظبط. مش استراتيجيه محطوطه للمركز ده تحديدا. بالظبط. يعني جت برضو ممكن تكون فيها نوع من البايلاك، ممكن يكون فيها يعني ما انا ما اعرفش، مش قادر احددها. ولكن انا بتكلم حضرتك، طب ليه احنا ما يبقاش عندنا خط؟ انت خايف من مستقبل الكابتن ابراهيم؟ بامانه باللي انا شايفه قدام عيني، لا دي في بص حضرتك زمان كان تدريب اهدى من كده وابسط من كده بكتير جدا. دلوقتي في نوع من يعني فوران، وعاوزين يخلوا الولد ده يعمل كل حاجه فما بيعملش اي حاجه. شفت ده بعينك في قطاع الناشئين؟ طبعا. انا كنت مشرف على النادي الاهلي، قعدت 5 سنين بالظبط على القطاع، وكنت مشرف على المقاولين العرب 2.5 سنين. وشفت قدام عيني ايه اللي بيحصل وازاي كنت انا بواجهه، ومعلش انا اسف يعني كنت ساعات بواجهه بعنف. ما هو ولد صغير حارس مرمى سنه صغير. فاحنا كده يعني حضرتك بنخلص على اجيال بتخسره. احنا عندنا عباقره، والله عندنا عباقره في حراسه المرمى. وانت حضرتك لو دخلت على فلاشه هنا، الفلاشه في جزء عامله انا في المركز عندي، مش عايز بقى عشان ما يبقاش نوع من لا لا خالص، ده جزء اكاديمي مهم جدا للمشاهد حتى على الاقل. ايه الولد عنده مواليد 2010 اخر 2010 بيعمل ايه؟ عبقري. حاولوا كده تعرضوا لنا في الماتيريال اللي كان معانا. اللي هو في الاكاديميه. تمام. شوف حضرتك الولد ده بيعمل ايه؟ في تحركاته ولا في لا في اداء بص حضرتك انا بعلم مهارات. ده قدامنا اهي الصوره. هنا حضرتك. انا حالا دلوقتي هيبان كده. بص حضرتك هنا بعلمه موقفه الاستعداد طبعا، وازاي بيستخدموا الادوات في عمليه التعليم. دول كام سنه الاول يا كابتن ابراهيم؟ دول بص حضرتك بيبدا ولد اللي هو اخر واحد من ناحيه انا، من ناحيتك ده 2011 يعني اخر 2010. تمام. وبعدين الولاد التانيين كلهم اقصى حاجه فيهم 2009 يعني ولاد صغيرين. بص حضرتك بص هو ده الولد ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. شوف ده هيعمل ايه؟ ده دي كوره واستيك طبعا، ان هو المهاره بعد ما يعني دي بتساعده في التعليم، لان بيكرر المهاره مع نفسه ويشوف عدد غير عادي، لان كوره واستيك بيشتغل بيها. بيستخدم يعني حضرتك احنا عملنا هنا حوالي يمكن 12 مهاره، ده هنا بيستخدم الكوره دي بنستخدم كل المهارات فيها. وهو بيحرك الكوره لازم يكون واقف ثابت. لا هشوف حاجات بيجري عليها دلوقتي حضرتك، دي بيرتموا بقى على الارض اهو حضرتك ازاي. هو بص حضرتك اللي انا لو طلعت هنا هتلاقي اللي هو جوال العالم بترمي كده الكره اللي جنب القدم. هنطلعها بس بنشوف هنشوف الجزء ده بس. الاول هل الجزء التدريب ده كده يا كابتن ابراهيم بتفتقد الشغل ده مع حتى مدربين قطاع ناشئين في الانديه كلها؟ ولا حاجه، صفر، ما حدش بيشتغل كده. لا 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 بص حضرتك ده 5 شهور الولد دول. دول 5 شهور في المركز عندي. بص حضرتك
احنا شايفين يعني مراحل سنيه ده مرحله انت بتعدها. بص اللي رامي اللي هو كان بيعدي رجله عشان جنب حضرتك امسكها ممكن نعرضها قدام لو حضرتك عاوز تشوفها يعني. اهي دي اهي اللي كان بيعملها في اول ارتماءات. ده الجزء اللي كان موجود مع اللي هو كان بيعدي رجله كده عشان ياخد الكره اللي جنبه. تمام اتفضل يا كابتن. فشوف حضرتك دلوقتي هيعمل ايه. بس لو حتى لو جاله شويه عشان ياخدش وقت هيلاقي يبداوا الرمي بقى والطيران وبتاع. شوف الولد الصغير ده لان هيبدا يشتغل بقى في الخطوات انواع الخطوات. حضرتك هيلف على كعبه ازاي وبياخد اللي انا بقول حضرتك عليها اللي ربطت بين علم الحركه. احنا عملت كم تعديل حضرتك؟ 20 تعديل في حراسه المرمى. 20 تعديل في التدريب اللي هو التكتيكي اللي هو التكنيكال الحركه. الاداء الحركي والاداء المهاري 20 تعديل في حراسه المرمى. بص حضرتك دخل بقى بيعمل اللي هو بص هنا حضرتك شوف الولد الصغير هيطير ازاي اللي هو اصغر واحد فيهم اللي هو في النص دلوقتي بينهم. ايوه بالظبط. خاصه كمان مراعاه الطول. بص حضرتك بص هلف على كعبه ازاي. بص بص حضرتك بسم الله ما شاء الله. بص حضرتك وصل قد ايه. بسم الله ما شاء الله. لو هشوف حضرتك لو شفته ده المفروض حط في حضانه لان ده ممكن يبقى حاجه مش طبيعيه. اكيد اكيد. اصل الشغل الاكاديمي ده مهم جدا وانت بتعلم في الصغر لان انت بتبني. وازاي تتدرج في عمليه التعليم من السهل للصعب لغايه ما وازاي تعمل تدريبات تمهيديه للولد ولغايه ما يوصل للنقطه اللي هو بيأدي بيها. شوفوا حضرتك بيأدي المهارات دي. تعالى شوفوا بقى في الجول بيشتغل ازاي. هتشوف حالا دلوقتي بيشتغل ازاي. اللي حضرتك شفته بالمقارنه بده ان المدربين في الاقاليم او حتى في الانديه بيدربوا ايد ورجل بيشوط. دي المرحلة الأولى حضرتك أنت ممكن تعملها له بإيدك. شوف حضرتك بيستخدم الكرة كرة وأستك. يعني أنا ما بدخلش في اللعبة دي خالص. بص هنا بياخد اللي هو الخطوة الواحدة إزاي اللي هو الوسائل اللي توصل له لتنفيذ المهارة. وبعد كده بياخدها بقى بارتماء. بص هو الولد ده بص شوف حضرتك شوف كعبه. بص بيعمل إيه. بص شوف بيلف على كعبه إزاي عشان يخلي محصلة القوتين في اتجاه واحد حركة رجله. هتشوف حضرتك لما يطير بقى هيوصل مسافة غير مسبوقة. حركة رجله هتساعده كمان بالظبط لأن خلاص راح بقى في الاتجاه اللي احنا بنتكلم عليه. هنا بقى بياخد بقى الخطوه التعقبيه دي اللي احنا بنقول عليها. هو بس لو جرى شويه خليها حضرتك هيبان قوي دي في الانفرادات ازاي بيطلع الولد في الانفراد. بص حضرتك هو بياخد خطوه هنا عشان يقفل في الناحيه العكسيه. بس حضرتك لو جاب يعني جرى شويه عشان نقدر يعني يعني بعد ده مثلا بكم على طول يعني بعديها كده بشويه لان هو بيرجع ورا كده. حاولوا تقدموا طبل قدام. طيب لغايه ما نوصل للقطه اللي احنا عايزينها يا كابتن ابراهيم. الصور اللي مع حضرتك دي اللي في الملف دي بتتكلم عن فكره الاداء الحركي للحارس. ده مهارات. دي المهارات الاساسيه. 30 مهاره. عملت ايه حضرتك بالظبط؟ ده المشروع اللي هو 1000 صوره اسمه. 1000 صوره. يعني مهاره مثلا زي المهاره زي دي كده. نحاول نعرضها كده قدام الكاميرا. مثلا هي مهاره اهي. طيب نرجع بس يا جماعه ثواني نشوف الملف اللي هو البوم من 1000 صوره. ده بوفون. ده بوفون. تمام. الكاميرا هنا يا كابتن ابراهيم معاك. لا الكاميرا هنا. ايوه تمام. بص حضرتك هتلاقي جايب دول 10 او 15 واحد بيأدي لك مختلفين كلهم دول مختلفه بيأدوا المهاره بنفس الشكل. حركه جسمه بحركه ايده بنفس الشكل. يبقى اذا هنا دلوقتي وثقنا المهاره دي. ال 30 صوره ساعات لا ما خلص. حضرتك اللي هو ال 30 مهاره داخلين مثلا معدل 15 20 صوره لكل مهاره ب 20 حارس عالمي بيمثلوا دولهم. طب الاداء الحركي بخلاف صوره بوفون في حركات ثانيه الحراس ثانيه اكيد عالميين. كله حضرتك زي بعض. بص حضرتك اهو مثلا هنا اهو نفاس اهو. نفاس. بنفس الاداء الحركي. بص نوير. نوير. دي دخل في حته ثانيه بقى. ده تشيك. ما انا بقول لحضرتك ال 20 اللي هو ال 21 حارس مرمى اللي انا بشتغل عليهم دول كلهم حراس عالميين واخدين افضل حراس في العالم. لما تجيبهم كلهم حطهم جنب بعض كده هتلاقيهم كلهم شبه واحد كاني كربونه. يعني مفيش اختلاف فيهم. بس انا دايما بلاحظ اختلاف ان في حارس مرمى بيحب يطلع على الكوره، في حارس مرمى بيحب يعني بيبقى قليل قوي في الكرات العرضيه، قوي جدا وكويس في الكرات الارضيه. بس سعادتك ده كله نقص في العمليه التدريبيه. هتقول لي الكرات العرضيه انا ممكن حضرتك واقفه ما يطلعش ابدا. تكنيك الوقفه، طريقه الوقفه نفسها ممكن ما يطلعش ابدا. احنا عملنا تعديل في التكنيك الوقفه دي. فلما رحت عملت الدراسات في كنت في تقريبا في تعالوا الفرق الفيصل ايه؟ انا بتكلم مدربين الملعب. اعمل القديم اهو مفيش طلوع، اعمل الجديد طلع خد. قال يا كابتن بس احنا هنعمل الوضع ده ازاي؟ يعني هيقولوا علينا ايه؟ قول علينا ايه؟
يقول لك لا اصل هم هيقولوا حد يقف كده. طب ما التكنيك ده خلاك تعمل كل في كل الاتجاهات وحركات. بص العقليه. فهنا دي المشكله. ولكن النهارده لما يكون في معهد ومتخصص وهو ده اللي بيقود العمل بتاعنا للمركز الخطير ده هتفرق كتير قوي. طب فكره حارس المرمى مانويل نوير من حراس المرمى العالميين. لكن دايما بلاحظ ان هو بيعتمد اكتر على انه يلعب برجله زي اي لعيب. لكن تير شتيجن في المقابل بحس ان هو فنيا اعلى من مانويل نوير. لكن ما عندوش مهاره ان هو يتحرك بالكوره برجليه زي مانويل نوير. بص حضرتك في حاجه. ايه الاختلاف او التدريب نفسه بيبقى ايه الفرق بين ده وده؟ انت حضرتك بتمتلك مهارات. ممكن بتاخد الحد الادنى للمهارات دي. يعني زي انت حضرتك بتلعب بيمينك بس. لازم تلعب شمالك. لان في حراس مرمى يعني الاولاد ما بيهتموش في الجزء في بدايه حياتهم بايه والمدربين طبعا ما بيهتموش بالموضوع ان هو ايه ان يلعب يعني المهارات العامه دي تبقى موجوده عند حارس المرمى بالرغم ان هي دي مهمه جدا في اللي احنا ليه لان هو دلوقتي بيقوم بعمليه المسانده في الدفاع وبيبدا غير الدفاع بيبدا بالهجوم فممكن ان هو بيعمل تمرير لمكان معين ممكن يوصلنا ان احنا نحقق الهدف اللي احنا عاوزينه. لما هو بيوصل لغايه سن معين وفاقد الجزئيه دي لما هيجي يكبر هيأدي ازاي؟ لا هتلاقي عنده ضعف في الحته خلاص. ولكن نوير عنده مشاكل. هو بيديك ايحاء ان هو بيلعب بالكوره برجليه كويس جدا لكن بس بتفلت منه. انا عايز اسال ساعتك حاجه. حارس المرمى مكان لا يعني لا يحتمل ابدا الريسك اي غلطه او المجازفه. بالظبط. انا النهارده الغلطه بجول. بص حضرتك طلعت وعايز ارقص مش عايز اقول الاسماء تتقطع مني كره جول حمررها غلط في الحته دي تتقطع جول يبقى زين هنا هل هو ده اللعب الحديث؟ بص حضرتك انا هكررها تاني. انا كنت شغال مع ايفان هيسك في اهلي دبي. هذا الرجل كان بيدرب مسك منتخب تشيك ودرب باريس سان جيرمان تمام وجه اهلي دبي واخد معاهم دوري وكاس وسوبر ولعبنا في بطوله كاس العالم للمحترفين اللي كانت في فوزات. فانا دخلت اول ما دخلت سلمت على الراجل قلت له يعني كان معايا المترجم انت عاوز حارس المرمى يعني اداؤه يبدا ازاي في اللعب مع الفرقه؟ يبدا من اسفل ولا يبدا من اعلى؟ قال لي حسب ظروف اللعب. معنى ظروف اللعب يعني مثلا فرقه بتهاجمك من هجوم اللي هو الهجوم العالي ده او متقدم ضغط عالي العب من ورا المهاجمين يبقى العب على نص الملعب والعب ورا طب انا فرقه بتلعب من نص الملعب او من التلت يبقى ممكن ابدا من تحت. عشان كده بلاحظ ان في مديرين فنيين بيشترط في حارس المرمى اللي يكون معاه يعرف يلعب برجليه وده حصل حتى في مان سيتي لما عمره هنا ريسكات. يبقى حسب ظروف اللعب. انا مسكت الكوره لقيت في فراغ ورا المدافعين الخصم او المنافسين وعندي واحد من المهاجمين ممكن يعدي في المكان ده ورحت لعبها له راح جاب جول. اقول لا 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 انا لازم العب من تحت كده الجول ده ما تحسبش تحسب بنص جول في ايه؟ يبقى اذا هنا بتلعب حسب ظروف اللعب. انا ممكن الهيكل العام او السيستم العام بالنسبه لي للفريق احضر ولكن امتى التحضير؟ امتى انا كحارس مرمى العب للراجل ده؟ طب الراجل ده مضغوط يعني الراجل هنا ادي المهاجم اهو وادي المدافع اهو واروح مرره وتروح ضاغط عليه مقطوعه يرد عليه بجول خاصه بعد تغيير قانون اللعبه. الكلام ده ينفع؟ يعني دلوقتي يقدر المدافع يستلم الكره جوه ال 18 بالظبط عكس الاول. طيب هل الكلام ده ينفع؟ ولكن النهارده ده ممسوك هلعب الراجل ده يبقى انا ضربت خط كامل. انا بقول لحضرتك الراجل اللي قاله لي فانا احترمت هذا الكلام 100% يبقى ما قاليش بقى لا لازم نلعب من تحت لا لازم نلعب من فوق. بس هي مدارس يا كابتن ابراهيم. قال لك بص حسب ايه؟ حسب ظروف اللعب. حتى لو مدرسه هو المدرسه حضرتك النهارده انا مش عاوز اذكر نادي بعين كان هيهبط بسبب هذا الاسلوب. حقيقي فعلا. لا النهارده حضرتك انا حد سعادتك كوره تلعب بيها وانا اجيب جوال او انا مثلا حضرتك اقعد اخد الكوره العب بيها وانت تجيب جوال ايه رايك؟ انا كسبان. ايه راي سعادتك؟ بالظبط. لا يبقى اذا هنا اسلوب اللعب اللي يتناسب مع الموقف امال ايه متغيرات في الخطط بتاعتي ولازم اكون عندي بدائل و النهارده حضرتك حاجه انا مثلا الفرقه ضغط عليك اللي هو دفاع متقدم رحت انا ماسك الكوره لعبها ورا خط الهجوم ده
يبقى انا ضربت خط كامل، خط كامل ضربته، يبقى الراجل ده يبقى دخلت، يبقى اللي باقي لي خط واحد، يبقى انا قربت. وهنا هنتكلم بقى في حاجه، اللعب السلبي واللعب الهجومي واللعب اللي هو الايجابي زي كره اليد، مش زي حاجه اسمها لعب سلبي. باص كتير من غير ما يكون في فعاليه على المرمى المنافس. بالظبط، ولا حاجه، مفيش حاجه ولا حاجه. ده كان حضرتك في ماتش انا افتكره كويس قوي، كان الاهلي وزمالك، والاهلي محتاج التعادل، وكان بيتلعب الاهلي قاعد حضرتك ايام ديكوتي يعني. الاهلي قاعد ايه بيدافع نص ملعب، كانت غريبه جدا، اول مره كنا نشوف حاجه زي كده. الزمالك بيقعد ينقل في نص ملعب، ومش عارف ليه اللي هو حضرتك الاهلي بيعمل كده لغايه ما خلص المباراه. بتوع الاهلي طبعا فرحوا وفرحنا وزي الفل، وبتوع الزمالك وقعوا في الارض، البطوله راحت. يعني انت ليك هدف معين فلعبت عليه، صح؟ فانت ليك هدف معين لعبت عليه، وفي نفس الوقت بتحضر طريقه اللعب حسب ما بتشوف المنافس قدامك ازاي. فكره انك تقفل اللعب، فكره انك تلعب على المرتده، حارس المرمى يشتت ولا يبدا الهجمه من تحت. ما فيش في حاجه اسمها تشتيت في كره قدم. انا اتضغطت اطلع كرة في اي حته ولا يجي فيها جول. طب زي ما احنا بندي له مثلا لحارس المرمى بنقول له انت عندك تلقائيه 20% من ادائك، كرة جايه راح طلعها بدماغه، بطلعها. هتقول له لا 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 غلط، انت لازم كنت تمسكها. لا، يطلعها. يطلعها برجله، يطلعها. ولكن ما يبقاش كله كده. بالظبط. يعني مش كل، ولكن في قواعد، في هيكل هو بيشتغل عليه، ولكن دي خارج اللي هو التلقائيه بقى وحضرتك الفطره ورد الفعل السريع. ما اقدرش اوقفه له. تمام. طيب المشروع حضرتك شرحته، والالبوم اللي فيه 1000 صوره لاكثر من حركه فيها تكنيكال او حاجه متعلقه بحركه حارس المرمى في الملعب. تمام. هل ده جزء متعلق بالتطوير اللي موجود في حراسه المرمى في العالم دلوقتي، ولا ده جزء اكاديمي من خلال دراسات في كليه التربيه الرياضيه؟ بص حضرتك، انا الفكره بتاعته ان انا عاوز مدرب يمتلك نموذج. النهارده مثلا مدرب حضرتك اعتزل لاصابه وبيشتغل في التدريب، او لياقته البدنيه ما تسمحش. طب انا عاوز اظهر مثلا نوع من المهارات، الارتماع على الارض او الطيران في الهواء، مش عارف اعمل نموذج. هنوصل للولد ازاي؟ هيعلمه ازاي؟ اكيد في صور بتوضح الحركات يعني مثلا حضرتك احنا بنقول له بص شوف الراجل ازاي بيهبط. تمام. بيمسك الكوره اول حاجه تنزل على الارض. طب هو المدرب هيقدر يوقف له؟ اتفضل. تمام كده، واضحه قوي. تمام، هو كده بينزل الكرة على الارض، اول حاجه تنزل على الارض الكرة. طب انا هشرحها له ازاي، او اعملها له ازاي نموذج، وانا اساسا مش مهيئ لعمل النموذج. يبقى هو لازم يشوف، لما هيشوفها وهتبقى ثابته قدامه. الصوره على فكره خير دليل. ليه؟ لان الصوره بتبقى ثابته قدام الولد. يعني الفيديو ممكن يقول لك عدهولي، عيد تاني، الصوره ثابته، ثابته اهو، حتى بترسخ في ذهن المدرب. بالظبط يا فندم، فدي مهمه جدا. فالولد هنا هيبقى سرعه تعلمه والتكنيك السليم هيبقى اقرب لتنفيذه. طب ايه الفرق بين الصوره اللي في الاسفل عن الصوره اللي موجوده فوق؟ بص حضرتك هنا بالعكس، هو نازل هنا اهو برده الكره نازله، وهنا برده نفس. بص حضرتك عشان كده بس اللي بتاع مقلوب نفس الكلام. يبقى اول حاجه نازله على الارض ايه؟ الكوره. النموذج ده عندي منه حوالي 20 صوره في عمليه الهبوط دي، بس بتدرج، اللي هو في اللي هو 1000 صوره، لان انا عامله البومات. ده عامله ليه حضرتك كده؟ انا واخد صوره من كل مهاره. عشان انا مثلا المفروض يبقى ده في شنطه المدرب، لما بيجي يشرح مهاره يقول له تعالى اهو شايف يا ابني، انا عاوز اوريك حاجه، الايدين تطلع قبل وصول الكوره. وشوف ايديه مفتوحه ازاي، عاوزين نقول له بص شايف الكوره لسه في الهواء اهي، شايف ايديه طلعت ازاي؟ اهو. لما يطلع في الهواء. لما يطلع يبقى ايديه طلعت قبل وصول ايه؟ الكوره. وخد من هذه النماذج يبقى بتبدا، ولكن هتيجي تقول طلع ديك، ايه طلع دي قبل وصول الكوره، ولكن لما بيشوف الامور بتختلف ساعتك. اكيد. طيب حضرتك رحت في سكه ان حارس المرمى لو اعتزل ممكن يشتغل مدرب بسرعه؟ يعني هو لسه مثلا خارج من الملعب ما فيش من شهر او اثنين او ثلاثه، ممكن يبقى مدرب حراس مرمى؟ لا لا، صعبه، مستحيل. مهما كان المخزون، الخبرات الدوليه والمحليه، بص هيمرن بشيء هو هيفتكره انا تمرين، ولكن هل هو الاحمال وتوزيعها والتعليم وتدرج في عمليه التعليم والتكنيك لكل مهاره والاخطاء الشايعه ليها ما هو ممكن ياخد كورسات يا كابتن ابراهيم وهو شغال.
ما برضه يعني كمدرب حراس مرمى ولسه مبطل واسم كبير مثلا وليه خبرات طويله وفي نفس الوقت هو شغال بياخد كورسات ورخص. بص حضرتك الرخص دي يعني معلش دي بتبقى تكميليه لخبرات عشان العمل الاداري لخبرات خبرات طويله يعني. ولكن انا النهارده بطلت النهارده هروح ادرب هبدا منين؟ هبدا ازاي؟ على فكره مهما كانت قيمته كلاعب او خبرات عنده بالظبط. وبعدين سعادتك في حاجه مهمه جدا التالنت. انا عندي خبرات في اللعب وانا عبقري في اللعبه بتاعتي، ولكن ممكن في الجزئيه الثانيه زي حضرتك مثلا ندي مثال مارادونا مش احسن لعيب في العالم؟ اعظم لعيب جه في تاريخ الكوره. كويس. لما راح الامارات في نادي الوصل والفجيره افشل مدرب والفجيره واهل الفجيره افشل مدرب ومشوه حقيقي. طيب يبقى زين دي حاجه ودي حاجه. انا ممكن حضرتك ابقى دكتور عالمي ولكن ما اعرفش ادير، وممكن ابقى دكتور على قدي وابقى اداري. دي مهاره ودي مهاره، دي حاجه ودي تلات وتلات. يعني انت كحارس مرمى عندك مهاره لكن التدريب مهاره تانية. بالظبط. دي موهبه ومهبه، حتى لو هيشتغل درجه اولى او يشتغل مع لعيبه كانت قريبه من سنه مثلا. بالظبط. دي موهبه ومهبه. انا بستفيد بقول حضرتك خبرات اعرف الفكره نفسها. بص حضرتك دي يعني موهبه، محدش بيطرح ده لما بيتعرض مثلا اسامي في تدريب، محدش بيطرح كل المعايير ديت. بص حضرتك ده موهبه ودي موهبه. كل حاجه حضرتك لها الموهبه بتاعتها، واحنا اتكلمنا حضرتك في الجزئيه دي. فعشان كده حضرتك العلم اساس كل حاجه. طبعا مفيش منهجيه في العمل وعلم مبني على. انا حضرتك كل التعديلات اللي عدلتها انا عاوز اي حد يجي يناقشني فيها. عارف ليه حضرتك؟ ليه؟ لان انا خدت استندت على جزء علمي. يعني اما نقول قوانين نيوتن للبتاع ده لمحصلات القوه او لاداء الحرك المعين في قوانين الروافع او في قانون كذا او قانون كذا، وخدنا وطبقنا، هتيجي تناقشني اقول لك اهو ادي العلم اهو بيقول اهو. انا مش ابراهيم رياض. عاوز تناقش ناقش نيوتن بقى، اقول له انت راجل ايه؟ خش في الفيزياء. انت ما بتعرفش حاجه. لا، ولدرجه هقول لحضرتك على حاجه معلش سعادتك. يعني انا لما كنت بجيب القوانين دي كنت بجيب مدرسين رياضيات واقعد اتناقش معاهم عشان اثبت، برغم ان انا كنت علمي. يعني انا واخد ثانويه عامه علمي يعني، ولكن كنت برضو عشان اراجع القصه دي اقول له بص قوانين القانون ده بيقول كذا، وقانون يقول لي لا القانون ده بيعمل كذا، عشان لما اجي ابني الاداء الحركي ما يكونش جايب بشكل سلبي. بالظبط. يعني ما يعملش اداء حركي ويوقع الحارس. انا حضرتك كنت في الامارات وكان مدرب فرنساوي جالنا اسمه روني، فبعد تاني تمرينه كده واحنا قاعدين قال لي تعالى عاوزك توريني كده بس على السبوره ازاي حارس المرمى يتحرك في اربعه لو احنا بنلعب اربعه. فشرحت له يعني رسمت 18 والكره لو فين يبقى فين والكره فين، ما كلمنيش تاني بعد كده. خلص الموضوع. لان انا بنيه على حاجه تانية. طب لو انا ما عنديش دي الجزء العلم ده، طب انا هرد عليه اقول له ايه؟ هنا بقى رد فعل، رد فعل هيكون ايه؟ مفيش رد فعل. لا عشان كده هنرجع بقى رد فعله واهميته. طالما يبقى مفيش رد فعل تمام. طب ايه اللي بيميز حارس مرمى عن اخر؟ بص حضرتك الشخصيه ده في الاساس. التكوين الجسماني. شخصيه حارس المرمى لازم تكون قويه، شخصيه قياديه وذكاء اللعب. نيجي حاجه مهمه جدا في التكوين الجسماني. احنا عندنا في انماط وفي اطوال في التكوين. النمط الجسماني في نمط نحيف وفي نمط عضلي سمين ونمط قصدي سوري نمط سمين ونمط عضلي سمين اللي هم بيستخدموا بقى في الرمي الجله والحاجات المطرقه والحاجات دي كلها. احنا محتاجين النمط العضلي النحيف. ليه؟ لان هو بيبقى عنده رشاقه عاليه جدا، اكتر واحد بيأدي لك يتعلم المهارات بسرعه من الانماط الاخرى. مش هتخش بقى في دوامه ايه خس لا زاد لا خس لا زاد، يبقى احنا بنتخلص من الجزئيه دي. بعد كده بنخش في عناصر اللياقه اللي مطلوبه. ايه العناصر؟ العنصر الاهم حاجه اللي هي القوه الانفجاريه اللي هي اسمها القدره، يعني قوه زائد سرعه يديك قدره. ده علم. طيب هل انا لو بطيء اتحول ابقى سريع؟ لا لحد ما، لان دي مفروض في الياف بيضاء والياف حمراء
ده الالاف البيضاء بتساعد يبقى اسرع، الالاف الحمراء بتبقى ابطا وداخله فيها حاجات تانية وراثيه. حتى شوف السرعه حضرتك والحاجات دي داخل فيها اللي هو الصفات الاراديه. يعني لو اثنين بيجروا او بيادوا اداء معين، الواحد اللي عنده اقل في الصفات الاراديه بيبقى بيهدى، بيبقى الثاني اسرع منه حتى لو هو اقل منه شويه، يبقى الصفات الاراديه داخله في القصه دي. طبعًا. ودي داخله في الشخصيه طبعا. بعد كده اللعب، المهارات اللي يمتلكها دي هتميزه. يبقى هنا في عناصر عندي اهي بتميز ده عن ده عن ده. انا مهاراتي قليله، يبقى الحلول عندي ايه؟ قليله، قليله جدا. عندي مهارات كتير يبقى عندي حلول. انا القوه الانفجاريه اللي هي بتديك بقى هي سرعه رد الفعل جامب، واللي هي بتتعمل تتكرر مره واحده. ولكن القوه برضه عشان نقول للناس او لزمايلنا، القوه المميزه بالسرعه ان انا بادي الحركات بقوه وسرعه، ولكن القوه الانفجاريه قوه زائد سرعه بيدينا قدره اللي هي اللي احنا بنطلق عليها القوه الانفجاريه. طيب في حراسه المرمى بحس ان في مدارس، يعني في حارس مرمى بيبقى حد قوي ما بيظهرش على معالم وجهه اي ضحكه او ابتسامه وبيبقى قوي وساعات بيغلط، وساعات بشوف حارس تاني بيبتسم وبيضحك وفي لحظات معينه بلاقيه لا بيبقى صاحي وبيقدر يتصدى للكرات. هي مدارس في التعامل النفسي ما بين الحراس عن التاني، حارس عن التاني؟ هو الشخصيه ترجع الاول. وهو الانضباط النفسي. وبعدين من اهم العناصر اعداد النفسي لحارس المرمى. انت بتعده ازاي؟ طب دي من تلقاء يعني من تلقاء نفس الحارس ولا ده؟ لا علم. ولا من المدرب؟ علم. انت ازاي بتعده؟ لان في هو حمى البدايه. اللي هي الحالات قبل المباراه. ممكن واحد بينزل يبقى حاله حمى البدايه عنده تبدا تطول شويه، تلاقيه مرتبك في الاول، في الاستعداد والكفاح للمباراه. في واحد لا مبالاه، دي الحالات اللي هي بيمر بيها اللعيب. وفي حراس بيصدروا ده عشان يخفف الضغط النفسي. ازاي انت حضرتك بتوجهه بقى وتحول المسارات دي؟ طيب دي اجزاء. الاجزاء الثانيه ازاي انت يعني بتظهر له قدراته الى حد كبير جدا جدا عشان يبقى هو عنده الثقه في وعنده اليقين ان يقدر يتعامل مع كل كوره في كل مواقف، وازاي هو يدير الموقف ده وازاي هيتعامل. دي شغل مدرب. كل ده شغل مدرب. طب انا لا امتلك هذا الكلام. طب الجول بتاعي هيجيب منين؟ ما هو ايه الاعداد النفسي؟ هو الاعداد النفسي جزء مهم جدا في الاعمال التدريبيه. ولكن الغير مباشر. الغير مباشر. يعني مثلا حضرتك، انا هدي حضرتك مثال بسيط قوي. انا عندي جول حارس مرمى، رحت جايب له بلاستيك كده وحطيته، قلت له اعمل جامب، راح عامل جامب. جيت بعد فتره وتدريب عمل جامب. هيحس ان هو راجل العاب قوه. العاب قوه. مش كوره. يبقى هنا خليته عنده ثقه في نفسه. بص انا اديته الثقه، ولكن من غير ما اقول له انت جامد، انت قوي جدا. ولكن شو بص هو حس بقوته. انا بعمل له مثلا تيست كده في الجري مثلا مسافات قصيره كده واقيس له وقت. جه وقت بص ايه ده سوبرمان ده حاجه. يبقى اذا هنا بتدي له الثقه وبتدي له الاحساس بالنفس، ولكن من غير ما تقعد تقول له انا عاوزك تبقى مش عارف ايه وعاوز تبقى ايه، ولا كل الكلام ده كلام فاضي. طيب طول حارس المرمى مهم ولا لا؟ لان في بعض الاحيان بشوف في حراس مرمى طولهم مش بالطول المعتاد بالنسبه لنا ومتميزين جدا. يعني على المستوى العربي الناس كلها ما تقدرش تنسى شكري واعر في تونس. بس على المستوى الاوروبي انا شايف نفاس مش من الاطوال زي نوير او تريشتيجن او بيتريتشيك، ومع ذلك حارس مرمى متميز جدا ويمكن ظهر اكتر بعد ما ساب الريال. حضرتك حارس المرمى الطول المناسب من 185 ممكن لغايه 190 192. دي اللي هو الستاندرد. حارس المكسيك كمان انا نسيت. فحضرتك يعني انا الطول يعني انا حضرتك لو جبنا حارسين بنفس القوه ونفس السرعه ولكن ده اطول من ورا، لو قلنا هيروح لغايه هنا مين هيروح الاول؟ الاطول. طب حضرتك لو النهارده كره مشتركه وكره عاليه، الحارس الطويل بيبقى حارس متميز في الحته دي انه هيطلع وهياخد في التحامات ولكن حضرتك واحد يقول لك اصل الحارس الطويل بيبقى ضعيف في الحاجات اللي على الارض. الارض. لا، النهارده التدريبات اللي بتتم وعمليه الاعداد بيتلاشى
خالص الموضوع الطول ده من ناحيه ايه؟ عدم الكفاءه. يبقى النهارده تدريبات الرشاقه وتدريبات يعني هحذر لحضرتك حاجه غريبه شويه. الشيء بالشيء يسكر يعني. ما دخلت كده ده تشيك حضرتك طوله 191، عارف طالع منين حضرتك؟ تمام. شوف حضرتك طالع منين؟ طالع من تحت الحاجز طوله قد ايه؟ ارتفاعه قد ايه؟ هو طالع من عند عصبه الرجل. لا طالع من تحت الحاجز حضرتك اهو. الحاجز تحتيه اهو. اهو خارج من تحت، يعني بص دي تدريبات، يبقى عشان ازاي يطبق وازاي يثني رجليه وازاي ينزل وازاي، يبقى هنا انا بقدر اتغلب على فكره الطول بتدريبات الرشاقه وتدريبات المرونه وتدريبات اللي هي فيها الاسترتشات الايه العاليه دي. بس طب الحارس القصير اللي بيبقى طوله اقل من 185 بس مع ذلك بحس ان في تفوق ليه؟ لا بص حضرتك التفوق في حاجات معينه، ولكن في حاجات بيبقى فيها قصور، يعني الكرات العرضيه بتبقى فيها مشاكل. لا الكرات العرضيه تبقى صعبه طبعا. ما انا بقول لحضرتك هيبقى فيها مشاكل، والنهارده الكرات العرضيه دي من اهم يمكن الحلول للمهاجمين عشان يسجلوا اهداف. طيب مين الابرز اللي على الساحه دلوقتي يا كابتن ابراهيم من حراس المرمى اللي في مصر؟ يعني طبعا في الشناوي، يعني ده اقرب واحد شايفينه قدامنا يعني. ولكن انا شايف الامور صعبه شويه. لو حضرتك بتشوف حضرتك طبعا انت متابع جيد طبعا طبيعه عملها حضرتك، في مشاكل كبيره جدا واخطاء ساذجه جدا. عدد اللي جاهزين مش كتير. لا للاسف الشديد في الدوري المصري بتشوف فيه اخطاء كتيره كتير واخطاء شائعه، يعني اخطاء قاتله كمان مش شائعه بس. طيب فكره حارس المرمى جزء من طريقه اللعب؟ لا هو حارس المرمى يعني احنا اي خطط بتتحط على قدرات اللعيبه، يعني الخطط بتتفصل على القدرات اللي عندنا، الامكانيات اللي معاك بالظبط، الكواليتي اللعيبه اللي معاك. مش ممكن افصل خطه واحط عليها لعيبه واحد ما بيعرفش مثلا يمرر، ولا واحد عارف يصوب، ولا واحد فلازم دي بتتحط على القدرات. يعني واحد مثلا جول انا عندي ما بيعرفش ايه يبدا هجمه من تحت، او ما بيعرفش يشتغل برجليه، تمام، وابني خططي عليه، طب دي تبقى صعبه جدا. الحارس اللي بيوصل لسن 46 سنه و47 سنه، تقدم العمر بالنسبه له استثناء ولا ده قاعده ولا فعلا الحارس استثناء حضرتك؟ لان دي ربنا خلق فينا ايه؟ ضعف ثم قوه ثم ضعف. دي ضعف ثم قوه ثم ضعف، صح. دخلنا بقى في كهوله بقى فخلاص بيفقد اجزاء كبيره جدا من قدراته البدنيه ورد افعاله بدون شك. ظهر ده في حراس كتير بعد ما كانوا اسامي كبيره جدا، مع تقدم العمر ووصلوا لمرحله بقت صعب استمرارهم. طبعا اكيد. لا وحتى في اوروبا ده اقول فركان هتلاقي الاصابات هتبقى وارده، هتلاقي حركته بطيئه، هتلاقي رد افعاله بطيئه، هتلاقي واحد تاني. ولكن ممكن هتقول الراجل ده بالنسبه لسنه ايه ده هايل. يعني مثلا ما تلاقي مثلا واحد مثلا عنده 60 سنه و70 سنه ونط لك على حاجز ايه ده رائع. ولكن هو بالنسبه لو قارنته بالنسبه ل 60 سنه، ولكن لو قارنته بالنسبه للراجل اللي في العشرينات او اوائل الثلاثينات تقول لا صعب. انا فاكر وانا بتذكر اسماء الحراس الكبار، يعني في كاس العالم فرنسا 98 حارس مرمى اسبانيا زوبي زاريتا حارس كبير جدا، لكن جه في كاس العالم في فرنسا 98 اتذكر مباراه شهيره امام نيجيريا 3-2 دخلت فيها اهداف ما تخشش في حارس مرمى لسه صغير، بس كان ساعتها وصل لمرحله عمريه كان كبر. ما هي اوليفر كان في المانيا نفس الامر. ما هو حضرتك لما بيكبر وتحط ويتحط تحت ضغوط ما بيقدرش. الجزء هو ممكن يعمل لك الحاجات الايه البسيطه اللي هو في الحدود بتاعه، ولكن عشان يعمل بقى الحاجات اللي انت متخيلها او اللي كان بيعمله هو قبل كده وهو صغير هيبقى صعب جدا. بوفون يعتبر استثناء حارس مرمى ايطاليا؟ اكيد برضو من الحراس اللي هو يعني قعد فترات طويله وكان بيأدي لغايه فترات قريبه جدا بكفاءه كويسه جدا. من الحراس المتميزين دلوقتي في الفتره الحاليه على مستوى العالم من وجهه نظرك ممكن يكون مين؟ يعني في ترشتيجن، في نفاس، في ترشتيجن انا شايفه من الحراس الجامدين قوي يعني. نفاس طبعا بدون شك برضو موهبه غير طبيعيه طبعا. يعني دول حاليا على الساحه اكتر يعني. فاندر سار حارس هولندا لما كان في ساعتها اوليفر كان وكان في اكتر من حارس متميز وديدا الحارس البرازيلي. في مقارنتك معاه هو يعتبر معاهم هو يعتبر الافضل ولا كان من نفس المستوى؟ لان فاندر سار كان حارس عملاق بالنسبه لهولندا. لا كان جول طبعا متميز جدا.
يعني البرازيل طول عمرها كان عندها مشكله في حراسه المرمى. ده على مدار التاريخ فعلا. ده حقيقي. ده حقيقي. لان دايما هي بتعتمد على المهاره، فحتى حارس المرمى يعني مهاره اللعب لكن مش مهاره يعني الحراسه. دي فتره كده يعني تبص على تيم من البرازيل تقول يا لو عندهم جول كويس فرق كتير. تفرق كتير قوي. تتذكر معايا حارس مرمى فرنسا في 98 بارتيز؟ طبعا كان حارس. انا لعبت ضده. لعبت ضده؟ لا مش حارس. لا كنت مدرب منتخب. مدرب منتخب. لما لعبنا الماتش بس بلاش عاوز اقول النتيجه كده عشان الناس ما تزعلش. لما الناس فاكره. الناس فاكره النتيجه شارف ملعب ساندوني. تمام. حارس مرمى كان غريب يعني، الناس بتحس ان هو مهايبر شويه لكن في نفس الوقت لا بيتصدى في توقيتات حساسه وصعبه جدا. بص هعتك في حاجه عشان نتفق عليه. تقييمك ليه؟ بص هقول لك نتفق عليه. اي حارس مرمى يصد ولكن ادارته يعني للمباراه بتختلف من واحد وقدرته. يعني ايه؟ ان هو ازاي يقدر يخرج بالمباراه الى بره الامام ويقدر يلعب دور كبير جدا في نتيجتها ومش مباراه واحده. يعني دايما في حتى في التقييم النهارده لما تيجي تقول ايه الجول ده هايل وتلاقي ايه الدنيا قامت ما عادتش تمام. طب نستنى شويه بس لما نشوف كده اربع ماتشات خمس ماتشات ست ماتشات وهم المفروض المعدل ثمان مباريات نشوفهم متتاليين كده هنشوف الراجل ده هيروح فين. بعد كده بنقيم. بارتيز مش كانش من الجوال الحراس اللي هو يعني ممكن يعمل لك حاجات جامده جدا وممكن يعمل حاجات كان بيعمل شلوظات غريبه في الملعب. كوارث يعني. كان بيعمل كوارث. طيب كلمه كده كابتن ابراهيم في هذا الحوار الشيق اللي انا استمتعت بيه واكيد كل المشاهدين استمتعوا بيه. كلمه تحب توجهها لحراس المرمى في مصر، مدربي حراس المرمى في مصر، مين الحارس اللي انت شايفه حارس موهوب؟ انا شايف محمد صبحي. محمد صبحي قصدي صبحي اللي هو بتاع بتروجيت. الولد ده على فكره مشروع جول كويس قوي. لسه صغير في السن؟ وعنده ثقه في نفسه وشخصيه يعني انا تابعته وهو يعني يمكن من فتره طويله يعني بظروف كنت يعني بتابع المباريات ولا في المقاول العرب كان باين. ولما راح المنتخب ما قلقش ولما لعب مع الدرجه الاولى برضو يعني اللي هو في الزمالك حاليا دلوقتي. تمام. ده انا شايف الولد ده واعد يعني من الجوال الواعده يعني. طيب كلمة أخيرة بقى توجهها لحراس المرمى في مصر والمدربين كمان. أنا أوجه لزمايلي وإخواتي المدربين يعني أرجو إن هم يروحوا للمصادر الصحيحة اللي ياخدوا منها العلم. ولكن يبعدوا شوية عن النت. في حاجات إحنا ممكن ناخد الإخراج شكل التمارين ولكن مش أي حاجة ناخدها. ونروح نطبقها على اولادنا لان كل مرحله سنيه ولها الطبيعه بتاعتها متطلباتها. فدي عشان دي اهم. هم النهارده لو احنا النهارده المدربين يبقى احنا هنحل مشاكل كتير جدا للولاد اللي هو الحراس الناشئين او اللي عندنا الكبار. تمام. كابتن ابراهيم رياض انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك في مشروعك الجديد صقور حراسه كره القدم. كل التوفيق ليك يا رب. 8 سنين ساعتك. بالتوفيق يا رب دايما ان شاء الله. الله يخلي حضرتك. بالتوفيق يا رب. ولكن احنا اللي انا بتمناه من بلدنا ان هو فعلا يتبنوا موضوع اللي هو عمل معهد متخصص لحراسه المرمى وده هيبقى شيء قومي وهيفيدنا ان هو كمان هيعمل نوع من يعني تنشيط للسياحه وتنشيط لان هو هيجي لك مواطن العربيه وهيجي لك من افريقيا لان هقول لك احنا لو حسبنا الماديات النهارده عشان اطلع اخد دوره في مكلفه في مثلا في اوروبا مكلفه هتكلفني مثلا 30,000 دولار هصرف 30,000 جنيه في مصر مثلا بالظبط وهكذا بالزبط. فدي هتبقى ممكن تبقى ليها مردود كويس علينا يعني ان شاء الله. كل التوفيق للكابتن ابراهيم ودايما استفيد بخبراتك وانا اللي اسعد وانك اديتني فرصه ان انا لا يعني يا فندم نوصل المعلومه للناس ونقول لهم احنا ان شاء الله يعني مصر هتروح في اتجاه احسن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن على شكل حضرتك جدا. العفو يا كابتن. فقره كانت مهمه جدا مع خبرات واسم كبير في مركز حراسه المرمى كابتن ابراهيم رياض. فرصه طيبه وعظيمه ان احنا نستفيد بخبراته بافكاره بالجزء الاكاديمي الجزء العلمي لان كره القدم هي اصبحت صناعه لكن في نفس الوقت قايمه على العلم قائمه على العلم بشكل كبير واوروبا والعالم كله ابتدى يشتغل على العلم في هذا الشان سواء في مركز حراسه المرمى في مركز المدير الفني كمدرب الحراس كل المنظومه لازم تشتغل من خلال شغل اكاديمي وعلمي عشان توصل في النهايه الى الشغل الاحترافي اللي انتم بتشوفوه في اوروبا ودايما الكره في اوروبا مختلفه تماما عن الكره في العالم حتى الاداء الايقاع سرعه المباراه اداء اللاعبين معدل الجري اللياقه البدنيه الاداء الفني
الجزء ده كله بيظهر من خلال العلم والإدارة، وبالتالي ده بيبقى مختلف شوية عننا في مصر أو حتى في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية. كل التوفيق يا رب كمان للنادي الأهلي، مباراة مهمة وصعبة أمام الإنتاج الحربي غدا، لكن إن شاء الله العجلة دارت وبدأت، وإن شاء الله الأهلي قادر على الفوز بكل البطولات لإسعاد جماهيره في نهاية هذا الموسم. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وفي ضيافته الكابتن أحمد عبد الفتاح. لسه مكملين مع حضراتكم في الأهلي الليلة والفقرة الحوارية الثانية، أكيد فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها عن أمور كثيرة جدا، أما لقاء النادي الأهلي إن شاء الله بكرة مع الإنتاج الحربي في الساعة 8 بتوقيت القاهرة، ونجمنا اللي مشرفنا ومنورنا هو نجم من نجوم النادي الأهلي الكابتن أحمد عبد الفتاح. كابتن مرحب بيك. أنا مبسوط جدا النهارده معاك عمر، وإن شاء الله تكون حلقة كويسة كده لجمهور النادي الأهلي، وكون مبسوط بيها إن شاء الله. كابتن أحمد، في البداية قبل ما نروح لماتش الأهلي والإنتاج الحربي، أنا عايز أروح مع حضرتك لمؤمن زكريا. أنا عارف إن حضرتك يعني يوجد علاقة طيبة وجيدة مع مؤمن زكريا، وحضرتك أول واحد حطيت عينك عليه لما كان موجود في ناشئ النادي الأهلي وخرج من خلاله النادي الإنتاج الحربي في وجود حضرتك في الجهاز الفني. يعني تواصلت مع مؤمن السيف بعد ما حضرتك شفت الـ يعني الإصابة الأخيرة، مش هقولها أزمة أو مشكلة، إن شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه، وحضرتك كنت حريص إنك تزوره في البيت، وكان في قصة بقى حضرتك تحكيها لي، إزاي اخترت مؤمن زكريا في بداية مشواره مع الإنتاج؟ طبعا بداية مؤمن محدش يقدر يتكلم على كلاعب مميز جدا في النادي الأهلي ومن نجوم النادي الأهلي، واكيد مفتقدينه الفتره اللي فاتت طبعا. دي وان شاء الله يتم شفاه على خير ان شاء الله، وشفنا الفتره اللي فاتت قد ايه حصل دعم كبير جدا من جمهور النادي الاهلي وقبل كده مجلس اداره النادي الاهلي وقف جنب مؤمن، وان شاء الله الفتره دي تعدي على خير ومؤمن نشوفه في الملعب ان شاء الله. بعد ما شفنا الحلقه طبعا كان في تواصل، كان محدش عارف يوصل لمؤمن، التليفونات ما كانش بيرد على حد، كان طبعا لان كان في اكيد برامج كتير بتدور انها تعمل مع لقاء او صحفيين، هو ما كانش بيرد على حد خالص. فيوم بالليل كده كابتن طارق يحيى لقيته بيكلمني بيقول لي عايزك تسالي على العنوان بتاع البيت عنده. اسالني العنوان ده فين؟ فبقول له كابتن طارق انت شفته، كابتن يحيى على فكره كابتن طارق برضه. كابتن طارق يحيى طبعا. فكابتن طارق انت شفت العنوان ده فين؟ قال لي اصله لما جمهور النادي الاهلي راح انا قريت اسم الشارع. كابتن طارق يعني كان يعني طبعا اكيد متضايق جدا وكان عايز يوصل لمؤمن باي طريقه. يعني كابتن طارق سال حضرتك على عنوان مؤمن؟ قال لي قال لي اسالي العنوان ده فين؟ قال لي انت عارف عنوانه؟ قلت له انا ما اعرفش عنوانه فين. يعني هو شاف العنوان في الفيديو اللي جمهور الاهلي فيه المؤمن، لقط اسم الشارع، قال لي اسالي الشارع ده فين؟ ما شاء الله. فعلا ما حدش خد باله، بس هو كان تركيزه ان فقلت له كابتن انا طب هسال كده، فحاولت لقيته يوم ثاني يوم بالليل بيقول لي ان هو مؤمن رد عليك في رساله وقال له مؤمن انا جاي لك دلوقتي، فبيقول لي استناني خلاص كانت الساعه كمان 12 بالليل، الوقت كان متاخر جدا، قال لي احنا لازم نروح دلوقتي، استناني في عباس العقاد. ماشي انا جاي لك دلوقتي حالا. قلت له كابتن انا مروح. قال لي لا استناني دلوقتي. قلت له حاضر. المدير الفني بقى ما اقدرش مساعد بتاعه ما اقدرش اقول له لا طبعا. فاستنيته في عباس العقاد نص ساعه كان عندي فعلا العنوان ده، فعلا العنوان قريب جدا في عباس العقاد يعني. وطلعنا المؤمن قعدنا معاه شويه الحمد لله واطمنا عليه، وكان مبسوط ساعتها لان اليوم ده كان قاعد مع كابتن محمود الخطيب في نفس اليوم دوت، وعرفنا ان هو كان تاني يوم الخميس يعني كنا الثلاثه عنده بالليل مسافر يوم الخميس المانيا. طمنا الحمد لله وعرفنا ان هو رايح نفس المستشفى اللي كان فيها كابتن الخطيب بالظبط كده، وقال لنا نفس المستشفى ورايح هناك وهيشوف الدنيا ايه وان شاء الله في هانوفر تحديدا في هانوفر في المانيا. فلكن مؤمن نفتكر كمؤمن، انا مؤمن اصلا شفته وهو لسه كان خارج من النادي الاهلي سنه 2008 كان 2009 كان مخلص ناشئين النادي الاهلي، وكان يعني كان بيقول ان هو هيلعب درجه اولى مش هيلعب فريق اول، وتم الاستغناء عنه. فانا كنت خلاص كنت انا توليت المهمه مع كابتن طارق يحيى الانتاج الحربي، كنا لسه صاعدين في الدوري الممتاز، فقلت لكابتن طارق يحيى في ماتش اهلي وزمالك النهارده، كان اهلي وزمالك شباب. السن ده بالظبط ده في ولد اسمه مؤمن زكريا وانا عارف ان النادي الاهلي هيستغنى عنه، عايزك تبص عليه يا كابتن طارق. فكابتن طارق يحيى راح اتفرج على الماتش ده، وكان مؤمن
هو واسلام اسلام عادل اسلام عادل الاثنين وبدوا معانا يخشوا معانا فتره اعداد وفرقه بقى كانت لسه مكونه فكابتن طارق برده ما يعرفش معظم اللعيبه قوي يعني في لعيبه مختلفه لكن اللعيبه اللي هم الصغار اللي طالعين تحت السن دول مؤمن مالوش اسم في الدوري الممتاز ولا اسلام فبعد اسبوعين ثلاثه كنا طالعين معسكر اسماعيليه بدايه المعسكر الخارجي وبدينا ندي فلوس للعيبه اللي هو المقدم العقد فقال لي انا لسه مش هدي فلوس لمؤمن دلوقتي هو اسلام فقال لي لا اصبر عليا شويه قال لي اصبروا بس عليا شويه انا لسه ما خدتش قرار فيهم قوي فقلت المؤمن مؤمن زعل قوي قال لي لا انا مش قادر اكمل قلت له مؤمن عشان خاطري حاول تيجي اسلام صمم اسلام عادل صمم قال لي لا انا جاي لي حاجه ثانيه وهمشي انا هو اتكلم انا بقى عرفت عن طريق اسلام الحوار ده حصل اسلام كان بيتكلم معايا وقال لي انا اسلام قلت له اسلام قال لي خلاص يا كابتن الموضوع بالنسبه لي ده فكان معاهم وكيل لاعبين كان ساعتها سيد مرعي انا فاكر كويس قوي اليوم ده قلت له سيد حاول تاثر على مؤمن ان هو يجي عندنا ماتش يوم الثلاث مع المريخ السوداني يجي كابتن بس يبص عليه يجي بس الماتش ده وانا عارف انا لما اقعد مع كابتن طارق كده بالراحه هنحاول هنقنعه يعني هو كابتن طارق بس ايه عايز يشوفه مره واثنين وثلاثه يتاكد عشان يبقى ايه متاكد 100% لكن كابتن طارق بيتكلم عليه هو متاكد ان هو لعيب كويس هو متاكد بس ايه حصل زي التاكيد حصل في بدايه فتره الاعداد ما كانوش مركزين قوي مؤمن واسلام فايه فخلى الكابتن ممكن الكابتن يكون انا بقولها صدمه صدمه الخروج من النادي الاهلي علشان تروح على نادي ثاني ممكن يبقى الموضوع يكون صعب يا كابتن حصلت لنا كلنا لسه مش مستوعب ايه اللي بيحصل مع لعيبه كبار احنا يعني هكمل لك قصه برضه حصل مع نفس الموسم ده محمد ابو العيله جالنا بتاع نادي كابتن نادي الزمالك طبعا انا فاكر يا كابتن حكى لك قصه مؤمن طيب خلص مؤمن المهم اقتنع انه يجي الماتش لا مش اقتنع قلت له طب كلمني كمان يومين كان ده يوم جمعه كلمني يوم الاحد قلت له تعالى يا مؤمن الثلاث الماتش هنلعب شويه بس قال لي خلاص هرجع عشان خاطر كابتن احمد وكده بس انا متضايق قلت له بس والله تعالى الموضوع ان شاء الله يعني المهم جه والكابتن حاطط التشكيل كابتن طارق ومؤمن كان قاعد معانا احتياطي فاحنا قاعدين على الدكه بره قلت له كابتن مؤمن حاضر نزله دلوقتي فخلاص ناقص 10 دقايق بالظبط نزل 10 دقايق نزل 10 دقايق قال لي لعبه مهاجم خليه قول له يلعب مهاجم نزل مؤمن ماتش المريخ السوداني بقى اول ماتش الدوري اول ماتش ودي في فتره اعداد صعب ولسه طبعا. الفرقه ما كملتش ولسه محدش فمش حدش هيبان قوي يعني فرحت كابتن طارق بس كابتن طارق عارف يعني هو عارف ومتاكد بس ايه عايز حد يشجعه او حد يقول انت عارف ده دور المساعدين المدير الفني لما يكون هو تحس ان المدير الفني عايز مسانده في القرار هو ده دورك انت كمدرب عام او كمدرب ان انت كجهاز فني انك انت تدعم المدير الفني في قرار معين حاسس ان هو ايه عايز تشجيع منك فيه فانا عارف ان هو مقتنع بيه بس عايز حد ايه يقول له كابتن لا خده ما تقلقش فانا ملت عليه كده قلت له كابتن انا بقول لك خده على مسؤوليتي انا قلت له انا ما قلتلكش على لعيبه قبل كده خده على مسؤوليتي بس انا مؤمن عشان انا متابعه انت حضرتك مش متابعه قوي رد عليك في اللحظه دي يقول لك ايه سكت سكت ده يعني سكت. يعني جابت هيفكر هو كابتن طارق ادم سكت يبقى بيفكر بس فالماتش خلص 10 دقايق بالظبط خلص انا قلت خلاص كابتن طارق هيبقى هنمشي ويبعت لمؤمن يقول له معلش الموضوع هيبقى صعب انا قلت كده ما سالتوش المشاهد كلها بتقول الماتش وحش وهو كمان ما ظهرش ان هو يعني هو مش بيشوفه كمان المشاهد كلها ان مؤمن خلاص هيمشي والموضوع ما تعرفش هيوصل لفين اصل مؤمن اصل هو النصيب بيوديك لفين انت ممكن يحصل كده والموضوع معاك يقفل وما تلعبش كوره صح نصيبك وحصلت في مع ناس كتيره جدا تجربه تاثر عليك ما تخليكش تكمل كوره فلقيته جمع الناس كابتن طارق قال له مؤمن خلاص انت معانا وروح خد لبسك وانت تكمل معانا في المعسكر المهم كملنا وحظ ان مؤمن اول مباراه او تاني مباراه كل كان طبعا كان ان هو متواجد في الفرقه الاساسيه كانت صعبه شويه بس الظروف جاته في تاني ماتش في الدوري مع نادي الزمالك على ملعبنا في السلام كان تيم كان المدير الفني هنري ميشيل انا فاكر كويس قوي لان الماتش ده احنا خسرنا 3-2 بس عملنا من احلى مباريات فرقه الانتاج الحربي في السنين اللي كان فيها الانتاج الحربي مؤمن عامل مباراه مش عايز اقول لك عامله ازاي جه تاني يوم كابتن طارق عمل اجتماع قال لي يا مؤمن انا مش هنسى الكلمه دي عشان انا لو كنت مشيتك هو مؤمن ما يعرفش الكواليس دي كلها احنا كنا لسه قاعدين انا لما كنا عنده في قلت له مؤمن انت ما تعرفش حاجه
حصل كذا كذا كذا. كابتن ضاري نفسه يقول لي لا يا ابني انا قلت مش انا كده متذكر الموضوع ده كويس جدا. صح. فقال له يا مؤمن لو كنت مشيتك كنت زعلت عشانك قوي. لو شافه في حته تانية يعني وتالق. وفعلا تالق بقى مؤمن بعد كده وراح نادي المصري وبعدين ام بي وبعدين نادي الزمالك وبعدين نادي. فمن اللعيبه اللي تعبوا وبداوها من الاول وكل نادي راحوا مؤمن لو تفتكر هيبقى ليه لمسه وليه اداء وليه اهداف من اللعيبه اللي اثرت في كل نادي بيلعب فيه. لا حقيقة دي حاجه ربنا يكرمه ان شاء الله ويقدر نرجع بالسلامه. هو انا شفته صوره امبارح اول ما هو رجع يوم الخميس اللي فات بالظبط كده. فان شاء الله ادم رجع بدري كده يبقى في هو قعد اسبوع عمل بعض الكشوفات والتحاليل هتظهر في اقرب وقت عشان يحطوا ايديهم على المشكله اللي موجوده ان شاء الله عند مؤمن. طب يا كابتن مشوار حضرتك الفني اسالك سؤال يعني معلش اهلاوي وزملكاوي ازاي الكيمياء مشيت؟ كابتن طارق يحيى بص كابتن يحيى عشان بس ايه ده حاجه انا عشان انا كنت مستغرب انا عايز اسال يعني انا اتسالت كتير جدا الموضوع بس كابتن حضرتك عارف ان الزمالك دايما بيجيبوا طبعا زمالك طبعا والاهلي بيجيب اهلي لكن نادرا مش هنقول مستحيل لكن نادرا لما نشوف اهلاوي وزملكاوي في وقت من الاوقات كابتن طارق كنت انا شغال انا موجود في الانتاج الحربي من هم الفريق بالدرجه الرابعه كانت بدايه ان انا بشتغل في التدريب مع ابو مسلم ابو مسلم جانا في الدوري الممتاز انا بقول لحضرتك فانا صعدنا من الدرجه الرابعه وانا موجود مدرب كان اداره الانتاج الحربي الدكتور سيد مشعل وزير الدوله الانتاج الحربي كان بيحبنا او كان لينا ستاف معروف الانتاج الحربي يجيب اي مدير فني بس الاستاف ده موجود ما بيتغيرش كابتن سعيد عبد الحليم مدير كوره كابتن طارق حسن وكابتن احمد عبد الفتاح مدربين وكابتن رضا غنيم مدير اداري دول ده الاستاف كابتن امام عبد العال مدرب حراس مرمى الاستاف ده اي مدير فني يجي ودول الناس دول شغالين معاه يعني جالنا الاول سنه كابتن كمال عثمان انا فاكر وصعدنا معاه من الثانيه للدرجه الاولى الدرجه الاولى اشتغلنا مع كابتن عبد الرحيم محمد ادوه جهاز زملكاوي كابتن عبد الرحيم محمد اشتغلت معاه وبعد كده لما صعدنا في الدوري الممتاز صعدنا مع كابتن سيد عبد الحليم اللي هو مدير الكوره كان حصل مشكله مع كابتن عبد الرحيم كده وهو كمل وصعدنا السنه دي فجينا في الدوري الممتاز قالوا نجيب مين كابتن رايح جه ومعاه طارق مصطفى ونفس الجهاز واشتغلنا وعملنا سنه من اجمل السنوات كانت في الانتاج الحربي اول سنه مكان الملعب نجيل صناعي انا فاكر كانت سنه حلوه يعني جدا تهروا الفرق كلها هناك لان اللي محدش يعرفه كان لسه اول ملعب الانتاج الحربي ده ما كانش فيه ملعب نجيل صناعي خالص في مصر لا ما كانش فيه وده من الفئه الاولى ولا فيه كان سرعه الكابتن طارق يحيى كان يقول لك رش الملعب قبل الماتش كمان 10 دقايق كنا والله زي ما بقول لك كده اول 10 دقايق ربع ساعه لازم تكون كسبان 2-0 ليه؟ بس يا كابتن بيأثر بدنيا على فرقه ثانيه لا لو سرعه الكوره مش عالي سرعه الكوره ما انا بقولها احنا بنشوفهم وهم بيسخنوا بنقعد نضحك بيبقى لسه ما فيش ملاعب بقى مش متعودين على سرعه الكوره في الملعب النجيل الصناعي مختلفه عن الملعب النجيل الطبيعي دلوقتي ملاعب النجيل الطبيعي كترت في مصر النجيل الصناعي قصدي كترت في مصر فكنا كل الفرق بتيجي تلعبنا اول ربع ساعه ثلث ساعه يكون ماتش خلصان 2-0 وقبل ما ياخد على الملعب تيجي الشوط الثاني ادائهم بيتغير خلاص اللعيب بيبقى خلاص خد على سرعه الكوره الكوره لما بتتحرك في سرعه ايه هو سرعته مع سرعه اللعيب الحاجات دي كلها بيتعود عليها خلال الشوط الثاني بس احنا بنكون مخلصين فالسنه دي مش هنساها كانت سنه حلوه حتى وصلنا فيها الدور قبل نهائي كاس مصر وخسرنا من النادي الاهلي بهدف لعماد متعب متهيألي كملت مع كابتن طارق بعد كده لا. كابتن احمد كابتن طارق راح المقصه انا برضو زي ما بقول لك موجود في الانتاج الحربي في الانتاج حضرتك بتفضل انك تكون موجود مع الاستقرار حضرتك يعني بتفضل انك تكون مستقر وهو كان معاه ما هو كان معاه كابتن طارق مصطفى راح المقصه وانا فضلت في الانتاج وكان ليا يعني الحمد لله علاقتي كانت كويسه بالناس فقدرنا ان انا اقنعهم ان هنجيب كابتن اسامه عربي جبنا كابتن اسامه عربي واشتغل معانا سنه ثانيه في الدوري الممتاز اشتغلت معاه وبعدين سنه ثالثه اللي هي جبنا فيها كابتن كمال عثمان اشتغل سنه في الدوري الممتاز احنا مشينا في النص السنه بقى دي حصل تغييرات والثوره وكده وحصل تغيير الدكتور سيد مشعل وزير الدوله الانتاج الحربي اتغير في الناس كلها اتغيرت فبدا يفكر في ناس جداد كابتن طارق لما طارق مصطفى المدرب عام شغال معاه على طول طارق بدا يفكر يشتغل كمدير فني طلع المغرب صح فجت فرصه لكابتن طارق ان ياخدني معاه كانت فرق الشرقيه
مين اللي كان شغال معايا قاعد طبعا يراجع مين كان شغال معايا تاني غير طارق مصطفى، قاعد بيراجع مين قال لك احمد عبد الفتاح، حضرتك كلمني مره فبيقول لي انت فين؟ كنت انا موجود ساعتها في نجوم المستقبل مع ياسر رضوان. فقال لي احنا جاي لي موضوع الشرقيه وانا عايزك معايا. قلت له يا ريت يا كابتن انا اتمنى. فجي الموضوع بقى وبعد كده خلاص بقى بينا رحنا بعد كده بتروجيت. بتروجيت بعديها. وسموحه. السنة اللي فاتت بس السنة اللي فاتت كانت سنة غريبة شوية. بتروجيت كنا عاملين أداء ولا أروع. النتائج ما كانتش مساعداكم. خالص. من الحاجات اللي أنا مستغربة في الكورة يعني. كنا نقعد نتفرج على الفرقة وشغالين تلاقي أداء كل الفرقة وكانت بتروجيت بتلعب أحسن كورة. ونيجي نخسر. فعلا كان موضوع غريب جدا. كابتن أحمد عبد الفتاح فينه دلوقتي؟ انا شغال في شركه بتروجيت، انا موظف في الشركه والشركه مسكاني مدير البراعم والاكاديميات. انا ماسك مدير البراعم والاكاديميات دلوقتي في الشركه مع مهندس حاتم اللوزي اللي هو عضو مجلس الاداره. هو المسؤول عن البراعم والاكاديميات. وعاملين عندنا 4 فروع كويسين جدا، فرع في القاهره الجديده وفرع في المطريه وفرع في السويس وفرع في الشرقيه. لو جه الكابتن احمد فرصه ان هو يرجع تاني للدرجه الاولى او للفريق الاول ممكن اقول لك عن طريق بتروجيت؟ اكيد طبعا. لا بص انا 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 ماسك حاجه في الشركه بتاعتي ان انا نفسي اخدمها في اي حاجه. لكن مش هو ده الحاجه اللي بتخليني ابقى مبسوط وانا بشتغل. طبعا. لا انا راجل مدرب. انا راجل شغلتي الملعب. فكرتش يا كابتن تبقى رجل الاول في يوم من الايام؟ اشتغلت فتره. طب مش ناوي تكمل؟ اشتغلت تليفون بني سويف. تمام، خطوه كويسه جدا. بس بيه فتره من سنتين كده من امتع التجارب اللي انا اشتغلتها. اتعلمت يا كابتن لما تكون مساعد او تكون مدرب وفرق بين مدرب وفادتني وحطيت نفسي صح وبحط كده؟ طبعا. ودي اللي خلتني برضو في التعامل مع كابتن طارق عارف قد ايه انا دوري ايه وعارف انا بتعامل ازاي وعارف احساسه كمان هو في وقت معين بيبقى في خلال الهزيمه وخلال المكسب لان انا مريت من اقولك من احسن التجارب اللي مريتها في الدوري. بس يا كابتن جريء قوي المدرب اللي يشتغل مدرب 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 سنين طويله ويجي ياخد خطوه المدير الفني لوحده في الاول بيكون في خوف او في ارتباك يقول يا ترى انا هنجح يا ترى هعرف اعمل الشغل اللي المدير الفني كان بيعمله. ما كانتش في حساباتي انا هحكي لك على موقف الموضوع ازاي. كنا مشينا من الشرقيه وجالنا جيل كابتن طارق موضوع نادي الجيش مدير فني كويس. كابتن راح مكلمني قال لي احنا جايين الجيش وبكره عندنا اجتماع بكره في النادي في نادي الجيش. طيب رحنا. بعد ما رحنا حصل فيه اختلاف عليا شويه. هو الراجل رئيس النادي عايز يجيب بعد ما قال لي كابتن طارق قال له معايا احمد عبد الفتاح. الراجل قعد مع نفسه شويه لا قال له احمد مش هينفع لان هو كان عايز يجي محمد صلاح ابو جريش. تمام. فكابتن طارق قال لي لا انا همشي. انا قلت له لا كابتن احنا هنروح من بعض فين؟ خلاص كمل التجربه دي وان شاء الله انت محتاج ان انت يعني تاخد الفرصه دي في نادي الجيش وفرقه كويسه هتعمل شكل كويس. فاشتغل انت وهنتجمع تاني ما تقلقش ان شاء الله خير. فهو كان مصمم قلت له لا معلش وانا حاولت معاه كتير لغايه ما الحمد لله كمل لان كابتن طارق كمان بيحب يشتغل في نادي الجيش او علاقته كويسه جدا بالناس وبيحترم الناس جامد جدا هناك. واشتغل وانا بقى الفتره دي كنت يعني عارفه ايه هي ازاي حصل الموقف ده. فبكلم تامر النحاس تامر وكيل لاعبين بس تامر كان صديقي كان بيلعب جنبي فيروت في النادي الاهلي. شوفير طويل قوي. انا كنت انا قصير هو تامر ما شاء الله الله اكبر كنت انا يلعب لي الكوره اجيب جون ويروح شايلني كده على ايديه كانت صحته الله اكبر يعني بسم الله ما شاء الله من الناس الجميله يا تامر النحاس. فبقول له تامر انا عايز اجرب اشتغل لوحدي. فبيقول لي شغل لوحدك يا ابني مش مع كابتن طارق في نادي الجيش. قلت له لا انا حصل الموقف وما رحتش. قال لي طب بقول لك ايه هو كان ماسك شغل تليفونات بني سويف قال لي نروح بكره تليفون بني سويف قبل استاذ احمد سعد اللي هو المشرف مع الكوره وشوف جرب التجربه دي وشوف الدنيا. بس الدنيا هناك صعبه قوي الامكانيات الماديه صعبه جدا بس انت محتاج التجربه دي. مش عايز اقول لك ان انا كنت بعمل ايه. انا كنت بسافر بني سويف كل يوم وباجي مش بقعد هناك لان انا بشتغل في بتروجيت. لازم اكون متواجد في بتروجيت الصبح وبعد كده اروح مسافر الساعة 12 مسافر بني سويف امرن الفرقه وارجع تاني القاهره
قعدت 4 شهور 5 شهور كده ومستحمل، وكانت ماديه ضعيفه بس كانت معايا مجموعه. عارف لما بتكون انت شغال ومعاك فرقه كويسه طبعا وعامل بيها نتائج وعامل بيها شكل اكيد بتشتغل وانت مستمتع مش عايز اي حاجه. دي فعلا اللي حصل معايا مع الفرقه دي. وانهيت التجربه يا كابتن بعد 5 شهور. بعد 5 شهور الموسم خلص خلاص، وجت بقى السنه اللي بعديها كابتن طارق لقيته بيكلمني عشان موضوع بتروجيت. لا متهيألي لا في حصل حاجه ثانيه بين السنه بين سنتين. جالي فرقه بهتيم كانت بتلعب في الدرجه الثالثه، وكابتن طارق ساعتها كان ماسك في الزمالك. فخلاص انا طبعا مش هشتغل في الزمالك. بس الكابتن عادي يعني، بس الكابتن مصطفى كمال. لا انا بالنسبه لي الموضوع، لا انا بالنسبه لي الموضوع هيبقى اوكي ماشي معاك، بس انا متهيألي انا احساسي انا بص عمر انا اقول حاجه، بس انا مش بقول شعارات ماشي. أنا أنا, انا 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 ساعات بحس ان انا ما لعبتش كوره في النادي الاهلي، انا مشجع النادي الاهلي. صح بتكلم بجد والله. والله بتكلم بجد ساعات، بس هقول ايه ده، لا بتكلم كالمشجع ما بحسبهاش خالص بقى. لكن اشتغل في نادي الزمالك لا ما تخيلتش نفسي، هذا كان عمليه بالنسبه لي صعبه جدا. كابتن احمد، الانتاج الحربي هيلعب النادي الاهلي بكره ان شاء الله، ايه اللي اختلف من الانتاج الحربي عن الفتره اللي حضرتك كنت موجود فيها للفترة الحالية مع كابتن مختار؟ مختار عندهم استقرار، كابتن مختار بيقدم مواسم أكثر من رائعة، مدير فني محترم، مدير فني حقق بطولات مع إم بي، وحتى في الفترة اللي كان موجود فيها في عمان على ما أتذكر، وبالتالي مدير فني صعب دايما بيتعب الأهلي والزمالك والفرق الكبيرة في مصر. هل مواجهة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الأسبوع الثاني بالنسبة للنادي الأهلي، هل حضرتك شايفها مواجهة عاملة إزاي؟ حساباتها أخبارها إيه؟ الأمور الفنية بين الفريقين، الأهلي عنده مدير فني جديد، ماتشات ورا بعض، الانتاج الحربي مريح بيلعب كل ماتش على مهله، تقييم حضرتك بشكل عند المباراه؟ والله بص الانتاج الحربي السنه دي مختلف، جاي مجموعه من اللاعبين اللي شفتهم كانوا بيلعبوا بتروجيت ماتش ودي، ورحت اتفرجت، جاي مجموعه من اللعيبه كويسه جدا، كابتن مختار بيعرف يختار حاجز. كمان اللعيب الافريقي بيعرف يختار مجموعه من اللعيبه الافارقه، كابتن مختار عينيه هايله في الموضوع ده. زائد المجموعة اللعيبة اللي استقرت من الموسم اللي فات كملوا، لأن الكابتن مختار برضه حصل السنة اللي فاتت لو تفتكر حصل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة له، محدش متذكرة قوي. كابتن مختار الدور الأولاني جمع حوالي 26 بونت أو 27 بونت، وتفتكر بداية الدوري إن الإنتاج قعد في الثالث رابع أسابيع كتيرة جدا. جه الدور الثاني آخر مباراة كان بيصارع الهبوط. كان مع الاتحاد او فرقه كده وتعادلوا، او وادي دجله، كان ماتش وادي دجله فاكر كويس قوي، وتعادلوا كان محتاجين بونت، فجاب الدور الثاني 10 بونت. فكابتن مختار وفرقه الانتاج الحربي تملي بالذات بيعرف يجمع بنات كويسه جدا للدور الاولاني، وهو جاب مجموعه من اللعيبه، خد مثلا لعيب من بتروجيت، لعيب هايل، كان في كلام اول الموسم السنه اللي فاتت عند النادي الاهلي محمد فيرا، بيشتغل على الجنب اليمين قدام، لعيب هايل من لعيبه مميزه جدا. لكن انا من وجهه نظري بعد شفت فرقه النادي الاهلي، لا فرقه النادي الاهلي مختلفه السنه دي. ما شفت اداء النادي الاهلي في مباراه السوبر، ومش هتكلم على مباراه افريقيا اللي هناك، لا نبتدي مباراه السوبر، مباراه الزمالك، شكل النادي الاهلي مختلف. بمعنى احنا كمدربين او بنيجي نتفرج على فرقه او بنتفرج على ماتشات، مش بنتفرج فرقه بتكسب فرقه بس، لا شكل الفرقه بتلعب ازاي. النادي الاهلي من الفترات القليله خلال العشر سنين اللي فاتوا الخطوط المتقاربه بين اللعيبه كانت كويسه جدا، نتكلم خلال الستين دقيقه الاولانيه. اول مره اشوف الاداء النادي الاهلي بالشكل كده، اللعيبه قريبه جدا من بعض. بيتحركوا كمجموعه في كتلة الدفاع وفي كتله في الدفاع وفي الهجوم. زائد كمان كل مركز دلوقتي في النادي الاهلي في واحد واثنين مستواهم عالي جدا، يعني لو غاب واحد او اتنين في المباراه الاصابه او الانذار مش هيحصل لك تاثير زي الموضوع السنه اللي فاتت. يعني مثلا الله اكبر، يعني ما شاء الله، عشان مش عايزين نحسد، في ناحيه اليمين احمد فتحي ومحمد هاني، ناحيه الشمال معلول، ولما لعب في محمود في حسين السيد وفي معلول وفي محمود وحيد، محمود وحيد لعب المباراه اللي فاتت كان هايل، محمود وحيد كمان لما ايمن اشرف كمان سردباكات ما شاء الله، اذا كان ايمن ومتولي وياسر ورامي ربيعه، محمد هاني كمان بيلعب، فتحي بيلعب، حمدي فتحي بيلعب، الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. فكل مكان دلوقتي النادي الاهلي عنده الفرقه اللي لو غاب واحد او اثنين مش هيحصل اي تأثير. سعد سمير كمان سعد ان شاء الله لما يرجع بالسلامه، اتمنى له بالتوفيق ان شاء الله ويرجع بسرعه. محمد محمود
طبعا صالح جمعه لما يرجع في لعيبه. يعني دلوقتي انت ما عندكش مشكله في لعيب ما عندكش مشكله في واحد يغيب. هي دي الفرقه اللي بتلعب على بطوله. في النادي الاهلي مع فايلر لا في شكل مدير فني ساعات كابتن احمد بلغه الكوره شايف مدرب شاطر. ما انا بقول لك ما انا بقول لك حضرتك ما لفش كتير. لا راجل بيشتغل بيحفظ. ما انا بقول لك في النادي الاهلي في اوقات يجيبوا مدير فني النادي الاهلي يعمل اسمه ودي اوقات كتيره جدا عادي جدا. لعيبه النادي الاهلي عندها من القدره ان يكون عندها مدرب متوسط وتعمل بيه نتائج عاليه جدا. لكن مع الراجل ده مش مطلوب انك انت بتكسب بس، لا في شكل في اداء في جمل. اتفرج مثلا على الكور السبت، الجون الاولاني بتاع الماتش اللي فات بتاع ديانج كورنر بطريقه معينه، هي ما كملتش الشكل قوي بس كورنر شغالين عليه حافظينه اللي هي تتلعب على القريبه على الارض واللي رايح على القريبه هيعملها بكعب رجله كده للي جاي من اللي جاي اللي هو شاط، بس هي ما جاتش الشوطه بقى قلشت من الشيخ وراحت لديانج. ده كورنر برضه المدرب فيه مدربين متخصصين في الكوره الثابته. وانت عارف ان دلوقتي لو اتفرجت على جميع الدوري في العالم وبطوله اوروبا 80% او 85% الاهداف بتيجي من الكوره الثابته دلوقتي. طبعا فالتركيز ان انت تكون مميز في حاجه زي الكوره الثابته دي هتبقى حاجه كويسه جدا. وحصل خلال المباراه كذا كوره ثابته كده تعرف ان لا في حاجه، في مدرب شغال، في مدرب محافظ اتنين جنب بعض بيلعبوا ازاي، في ده لما بيتحرك كتل الجنب بيشتغل الجنب التاني بيعمل ايه، في فوقان في اللعيبه. فالحمد لله احنا شايف الله اكبر يعني مجموعه من اللعيبه فايقه قوي. وده الحاجه الحلوه انك انت يوم المباراه ان يكون عندك اكتر عدد فايق في المباراه. طب تفسير حضرتك الفني بما ان اتكلمنا على ديانج وهدف ديانج خروجه من مباراه بكره مباراه 18 مع احمد الشيخ ومعاه صالح جمعه، خلينا نتكلم على ديانج. يعني هل حضرتك شايف ان الراجل بما ان بسم الله ما شاء الله العدد كتير عنده وبالتالي مش عارف يعني يلعب مين ولا مين ولا مين، ولا هو شايف ان سلية وحمدي فتحي احسن ثنائي موجود في الوقت الحالي بما ان هم بيلعبوا مع بعض بقالهم فتره؟ هي دي عشان بس ايه حضرتك عارف ان مش لازم تكون لعيب كويس لوحدك. تمام دي حاجه. والحاجه الثانيه هل يا كابتن هو بيبص على ان اللعيبه اللي يكون موجوده معاه في السكواد او في ال 18 او السبعه اللي موجودين على مقاعد البدلاء السته اللي هو غير حارس المرمى يكون كل واحد فيهم بيلعب اكتر من مركز علشان خاطر يعني لو زنق او لو اضطر ان هو يلعب فضلا عن ديانج ان هو لو موجود وبيلعب في مركز واحد بس وكمان بالزبط. مش بقاله كتير في الفرقه، هل كل السيناريوهات دي ممكن يفكر فيها او حضرتك فسرتها كده؟ بص المشكله ان المدير الفني مش احنا ما بنخشش جوه دماغه. صح ما احنا بنحاول نفكر مكانه بنحاول نقول ايه وبنوصل ممكن نوصل لفكره ممكن توصل لفكرتين بالموضوع بس برضه هو بيبص للموضوع غيرنا هو بس الاكتر ان فعلا حمدي فتحي والسوليه لعبوا جنب بعض كم مباراه كتير جدا في الموسم اللي ماشي ديانج المباراه اللي فاتت ممكن كان كويس جدا بس هو شاف الربط بينه وبين السوليه لسه أو هو حمدي فتحي في مشكله. لا انا بتكلم هو عشان ديانج لعب المباراه اللي فاتت انا بتكلم عموما يعني بشكل عام فمين والمدربين اللي جنب تملي بيبقى في دماغه فرقه اساسيه 11 لعيب بيدي فرصه لواحد وخلاص حتى عنده فكره ان هو كويس بس مش غير المدرب المصري اللعيب الكويس ممكن يلعبه الماتش اللي بعديه. لا هو عنده خلاص مظبط في اماكن معينه ده لعيب اساسي عندي المكان الثاني كويس وبيتمرن كويس وبيبقى كويس في الماتشات بس استنى دوره ايه انذار طرد اصابه لغايه ما تجيله يديله الفرصه مره تانية وثالثه ويظهر المره التانية والثالثه بنفس الاداء الكويس يجيله تشجيع خلاص ان هو مش مشكله خلاص بقى يلعب ويبدا موضوع التدوير. لكن هو خلاص هو حاطط في دماغه الفرقه الاساسيه اللي هي نقول اللي لعبت مباراه الزمالك. هو حاطط في دماغه كده. اذا كان السوليه حمدي فتحي قدامهم السوليه وحمدي فتحي قفشه بالظبط كده حسين الشحات رمضان كان في المفاجاه في اجاييه. هل بقى اجاييه هيكمل ولا ازارو؟ انت فكر معايا قول لي اجاييه بعد المستوى الكبير ده اللي عمله في كمان صلاح محسن كمان لا انا بتكلم كان ازارو اساسي تمام فتره طويله اساس فيرود اساس الاساس النادي الاهلي مين اي حد ساله ازارو
او مروان محسن او مروان بس ازارو اكتر ليه جاي ركب وحط رجله وكان عمل مباراه كويسه جدا من الزمالك. انت بقى تيجي تفكر تقول هتلاعب ازارو. ازارو برده من نزل المباراه اللي فاتت كان شكله كويس جدا وعمل كام واحده حلوه ويعني ممكن يشجع ان هو يلعبه اساسي. انت بقى انت تفكر تقول طب العب ازارو ولا العب اجيل اللي انا خلاص شفته قدم مباراه كويسه. فدي بقى هتقابل مشكله الفتره الجايه وهتعمل زي قلق بالنسبه لجمهور النادي الاهلي نفسه. هو يقول لك هو ليه لاعب دي ده الحلو في فرقه النادي الاهلي دلوقتي ان المكان فيه واحد واثنين وثلاثه على اعلى مستوى. احنا الاول في وقت من الاوقات كنا نفكر في المكان مش لاقيين بديل ليه. ازارو مثلا ازارو لا طب رمضان في وقت مروان مصاب البديل عندك مشكله. كابتن احمد راي حضرتك في فايلر وبيعمل حته كده اعتقد ان حضرتك هتحبها او حضرتك حبيتها من خلال متابعتك للصحافه والمواقع بشكل عام الرياضيه ان هو بيتابع فرق الناشئين وان هو دايما بيطلب اسامي دلوقتي لعيبه معينه وبالتالي هو فاكر او هو عارف مين بيتمرن معاه مش بيتمرن مع ناس عشوائيه او ناس عشان يكملوا السكواد اللي موجود او الفريق اللي موجود. الحته دي عايز اعرف راي حضرتك فيها ايه وكمان لما طلب ماتشاته ان هو يتفرج على الجهاز يتفرج على فريق الاهلي لما كان موجود مع مستر لاسارتي هل حضرتك شايف ان كل الربط اللي بيعمله كل الشغل اللي بيشتغله يدل فعلا ان هو المدرسه الاوروبيه او المدرسه اللي ما تشتغل في اوروبا بتفرق عن المدرسه اللي جايه من اي حته ثانيه؟ بص هو يعني من وجهه نظري فايلر جاي وعارف ان تجربه النادي الاهلي دي هتوديه في حته ثانيه خالص. فجاي مركز قوي عايش جوه النادي الاهلي بكل تفاصيل النادي الاهلي يعني الفرقه اتفرج على الفرقه وهي مع مستر مارتن لاسارتي اتفرج عليها بعد ما اتفرج عليها وحط عينه على اللعيبه شاف اللعيبه بعد ما خلاص حط المستوى لكل لعيب بدا يبص على قطاع الناشئين دلوقتي اتفرج على فريق 99 وسمعت ان هو اختار ثلاث لاعبين هيخشوا معاه الفتره الجايه بالاسم شافهم في التمرين كده يعني شافهم كذا مره وهيبدا يدخلهم معاه في التمرين. فدي بص الراجل عايش حاطط في دماغه ان فعلا ان تعرف النادي الاهلي نجاحك فيه بيوديك في حته ثانيه خالص. في افريقيا في الدول العربيه بتروح في حته ثانيه يعني نجاحك هو يعتبر مدرب لسه يعني اسمه مش جامد قوي حتى في الدول العربيه لما يجي ينجح في النادي الاهلي هيتعمل له موضوع ثاني وتعمل له حسابات ثانيه ويتحط في حته ثانيه خالص. فانا حاسس ان هو جاي ان دي مرحله فعلا وحصل افتكر حصل انتقادات كبيره جدا لمجلس اداره النادي الاهلي لما قالوا فايلر ايه فايلر ده مين فايلر اشتغل فين في تجاربه الافريقيه في تجارب الزاويه كابتن اشتغل فين ده اشتغل يعني جدا. كابتن انت ممكن اسالك سؤال فرانك لامبورد اشتغل فين لسه اول فرقه تشيلسي يعني الفرقه درجه ثانيه اللي هي لعبتهم في الكاس بالظبط تمام. فالفكره يا كابتن حضرتك عارف ايه ان احنا ممكن تكون الثقافه مختلفه بعض الشيء لكن يا كابتن الجمهور بره بيساعد الجمهور بره ممكن ينجح بالظبط واحد مش ناجح علشان أيوة. ينجح لكن احنا هنا أيوة. يا كابتن الناجح ممكن الميديا. نفطسه الميديا بقت صعبه جدا بقت حاجه صعبه جدا خلاص الناس اتجمعت ومحدش فاهم حاجه ويمشي ورا كلامه والناس تمشي ورا كلامه. عارف يا كابتن انا يعني كابتن السوشيال ميديا فكرتي عنها ان ممكن واحد ينتقدك طيب حلو انا عايز اشوفك عشان انتقدك ما هو انت واحد مستخبي انت واحد مستخبي ورا التليفون او ورا الجهاز الكمبيوتر فانا مش عارف انت مين طب انت بتنتقدني طب ما تعالى بأماكاني عشان تشتغل وريني هتعمل ايه هي دي فكرتي لكن مش الكل طبعا لكن انا بتكلم على المعظم اللي بيكون موجود كمان هم عايشين الانتقاد بس ينقد اي تجربه اعتقد يا كابتن ان هم بعد الماتش الزمالك الدنيا الناس كلها اتخضت طبعا مش مكسب بس مكسب واداء هو ده اللي بتكلم عليه انا مش بتكلم مكسب انت ممكن مكسب عادي مباراه ما الاهلي كسب الزمالك اخر مباراه مع لازارتي مع انت قلت ما انا بقول لحضرتك ليه شتاني الفارق ليه مفيش كوره يعني مكسب معنوي حلو ضد الزمالك ونهايه موسم جون بكره ثابته علي معلول ووقعت من حارس المرمى وتحطها لكن بنتكلم بقى في جمل وشكل واداء وربط وحظ وحش الاصابات لو واحد بس كان اتصاب كنا ممكن نكمل مشكله بتلعب ضد نادي برضه نادي الزمالك نادي كبير طبعا مش بتلعب اي فرقه واتنين مساكين يتصابوا والاثنين المساكين اللي لعبوا مش مكانهم دي حصلت مشكله كبيره جدا هي دي اللي اثرت في النتيجه كانت النتيجه رايحه حته ثانيه خالص.
طب كابتن احمد عشان الوقت بيجري معايا فانا عايز اروح مع حضرتك لحته تانية. كابتن احمد عبد الفتاح وذكرياته في النادي الاهلي، عايز اتكلم معاك شويه بقى كده في النادي الاهلي وذكرياتك ايه، ويعني يعني اكيد يا كابتن في شويه حاجات كده عايز اتكلم فيها عشان دايما بنحب نروح مع اللعيبه القدامى اللعيبه اللي كانوا ليهم ذكريات وتاريخ في النادي الاهلي. نروح للجزئيه دي عشان الوقت بيجري، فانا عايز اسال بقى حضرتك ذكرياتك والجيل بقى اللي كنت موجود معاه واول يوم في النادي الاهلي وازاي جيت النادي الاهلي والحاجات الكتيره حضرتك عارفها دي. لا ده مواضيع كتيره بقى، انا اصلا موجود في النادي الاهلي وانا عندي 12 سنه. تمام. رحت ازاي؟ كان مركز شباب. حلو. مركز شباب الزاويه. ماشي. اولا ما كنتش بلعب في مركز شباب الزاويه. ماشي. انا بقابل واحد في المدرسه عندي وقال لي انا بلعب في مركز شباب الزاويه وانا عايز الجزمه بتاعتك دي عشان العب بيها بكره، انت عارف احنا صغيرين بقى ومناطق الشعبيه عشان بكره نلعب الاهلي. تبقى اهلي؟ وانا بقى اهلي، عايز اقول لك انا بشجع الاهلي بقى، مش عايز اقول لك انا وانا صغير مش عايز اقول لك انا، ومع ان والدي كان زملكاوي الله يرحمه. الله يرحمه. اه زملكاوي بقى، زملكاوي علقه. فقال لي قلت له طب لمين يا كابتن اهلاوي حضرتك طلعت؟ لخلاني. صح كده، خلي والد هو خلي على طول اللي بيحاول. خالي كان بياخدني وانا صغير في الاستاد وفي الدرجه الثالثه ورا الساعه. طب كان الوالد بيعمل ايه؟ لا كان بيقعد في البيت بقى يقعد يشرب سجاير عشان الزمالك. كان بيعمل ايه لما الولد كان؟ لا عادي جدا كان سيبني. لا عادي. يعني في ديمقراطيه. اه ماشي. قال لي قلت له هتلعب اهلي؟ قال لي مين يا ابني؟ قال لي والله هنلعب الاهلي بكره. قلت له ماشي. فرحت اشوف مركز شباب الزاويه ده اللي هيلاعب الاهلي بكره. فرحت قابلت واحد صاحبي هناك بس بيلعب في الفرق الاكبر، احنا بنتكلم في 13 سنه. فقال لي تعالى انت ايه اللي جابك؟ قلت له قالوا لي ان هيلعب هنا الاهلي وهيلعبوا الاهلي. قال لي تعالى اعرفك على المدرب. والله العظيم كده بالظبط. الدنيا سهله قوي. لا 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 اه لا الدنيا سهله قوي. انا لابس بنطلون جينز وتيشيرت مش لابس لبس كوره. فالمدرب كده شافني، مش هنسى اسمه كابتن رضا، والله مش هنساه الراجل ده. على فكره كان هو الراجل ده كان في زمان بيودوا لعيبه للنادي الاهلي، هو ده كان شغال طول عمره زي كشاف سكاوت بالظبط كده. فالراجل قال لهم يا جماعه، قال لي تسلم عليا، قال لي طب تعالى لي يوم الجمعه. والماتش كان الاربعاء انا فاكر كويس. قال له لا 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 جمعة تيجي. لا 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 خالص، رحت خدت جمعة. قال لي اللعيبة اللي هتيجي بقى تلعب الاهلي تيجي ناحيتي كده. رحت ما اعرفش ايه اللي خلاني اقعد معاهم. بتكلم بجد والله. يعني حضرتك قعدت معاهم كده؟ اه. صغير بقى 12 سنة مش فاهم حاجة. فالراجل بص لي بص لي كده لابس بنطلون وقعد مع الناس. قال لي بقول لك ايه تعالى. مركز شباب بقى، وكان زمان مركز شباب غير دلوقتي، الدنيا صعبة. قال لي روح هات كورة من الفرقة اللي بتلعب هناك دي، هات كورة وتعالى. يشوفك ها؟ اه رحت هات كورة. قال لي اعمل كنترول كده، بس كان زمان بيقول خد نطط. اه ما نطط نطط كده مش نطط 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 تك تك. قال لي طب بقول لك كده بقعد هنا. انا بقول لك عمري ما لعبت على ملعب كبير، بلعب في الشارع بس. قال لي تعالى معانا بكره. طبعا مش هقول لابويا انا رايح النادي الاهلي بكره وعندي مدرسه. رحت مزوغ المدرسه وش كده كده قدمت زوغت المدرسه رحت معاهم. طيب رحنا تاني يوم بنلعب فرقه مين بقى؟ كانت فرقه 13 سنه في النادي الاهلي، كانت 12 سنه. كان كابتن فرقه وليد صلاح الدين. بس حبيبك دلوقتي. اه بس وليد ما كانش موجود. فكابتن السايس. فبنلعب المباراه، المهم الراجل حط تشكيل، طبعا ما شافنيش في الملعب قبل كده، راح حط تشكيل انا مش موجود فيه. وانا ما اعرفش، وقال تشكيل انا ما اعرفش برضه تشكيل ده 11 لاعب. الملعب ولا يا كابتن؟ لا ايوه كابتن مش درجات كده. لا لا راح بص لي كده قال لي بقول لك ايه؟ اقعد انت مش عارف مين هو لاعب انت احمد. يعني لاعبك؟ اه دي ماشيه خالص، دي ماشيه لما بيكون ربنا رايد بتريق خالص. اتغلبنا 17-0 وبتروح اتغلبت 17-0. طب اهم حاجه بقى عملت ايه يا كابتن احسن؟ انا مش فاكر انا عملت ايه، بس في كوره جات لي رحت واخدها على صدري كده موقفه بطريقه، لقيت كابتن سايس باصص لي كده قال لي انت مواليد كام؟ هو طبعا الفرقه اللي كان احنا رايحين بيها انت عارف تمالي المواليد الاكبر. تمام. بنلعب سن صغير بس انا كان سني نفس المواليد ده. فهو قايل له دول مواليد مثلا ايه 69 68. فقال لي انت مواليد كام؟ قلت له انا مواليد 71. قال لي يعني 13 سنه 13 سنه؟ قلت له اه. قال لي بتطلع لي بكره الصبح الساعه 7 الصبح، انت بتروح المدرسه ايه؟ قلت له بنروح مدرسه الدور. قال لي تجي لي بكره الصبح الساعه 7. تمام. رحت 7 الصبح لقيت كابتن سايس واحنا في اخر الموسم جايب لي تيشيرت النادي الاهلي والشورت بيسلمني اخر الموسم. وقال لي اتمرن معانا بس كده واول الموسم هتبقى معانا ان شاء الله. طب والكابتن بتاع مركز شباب الزاويه عمل معاك ايه؟ خلاص بقى ما خلاص ما هو ود لا انا خدوا بقى ثلاث كور وشبكه و يا نهار ابيض. اكيد ده اكيد ده اكيد. بس انا ما اعرفش بس هو اكيد يعني. وكملت بقى لغايه 20 سنه 21 سنه وفريق الاول سنه 93 كان اول سنه ليا مع النادي الاهلي، السنه اللي جه فيها رضا عبد العال وعمرو الحديدي من بره وجمال السيد، الموسم اللي هو كان الزمالك
فارق وبعد كده فريق الاهلي احلام بالظبط كده. الدور الاولاني كان فرق 13 بونت. المهم اللي حصل السنه اللي فاتت نفس البطوله يا جماعه ده حصل معايا سنتين سنه 93 94 95 16 والزمالك كان فرقه وكان يسبقونا الدور الاولاني كده ويجي الدور الثاني احنا ناخد البطوله. كان معانا بقى طبعا لعيبه كبار بدايه من كابتن احمد شوبير وكابتن عبد الصادق كابتن حمد صدقي وكابتن عبد الجليل كابتن محمد يوسف كابتن نخله حاجه صلاح. لا نخله كان لسه ما جاش. انا بحاول افتكر ولسه صلاح الدين هادي فرقتي بقى فرقتي اللعيبه اللي انا بحبها فرقتي انا بقى الاثنين طلعنا فريق اول انا وليه صلاح الدين وهادي خشبه واحمد ايوب. احنا الاربعه طلعنا فريق الاول من الفرقه بتاعتنا. كان بقى مشير حنفي موجود محمد يوسف عبد الجليل عادل عبد الرحمن عمرو انور كابتن محمد رمضان كابتن ايمن شوقي. المشكله ما كنتش بلعب كتير ليه بقى؟ الفتره بتاعتنا عمر كان 16 لعيب في القايمه. دي صوره كانت بطوله دي بطوله افريقيا 93 دي يا كابتن. انا عايز اقول لك انا لعبت الماتش النهائي بالصدفه برضه. لو حكيت لك الموقف هتضحك والله بجد هتضحك. ده 93 لما لعبنا افريكا سبور هناك اتعادلنا 1-1 وكسبنا بقى هدف عادل عبد الرحمن بضربه جزاء. القصه كانت اول سنه ليا في النادي الاهلي ورايحين كان ساعتها 20 لعيب بس مقيدين في افريقيا. فكان الان هاريس المدير الفني قال لك احنا هنسافر بالناس كلها. وانا ما بلعبش. كان مين اللي بيلعب؟ كان لما بيجي نلعب في افريقيا كان بيلعب كابتن حسام حسن فيرويد لوحده واحتياطي كابتن ايمن شوقي وكابتن محمد رمضان. كابتن حسام حسن موقوف في مين الدولة. مين يا كابتن؟ كريم مغني. كريم مغني دكتور كريم ده دكتور طيب كمل يا كابتن. احنا الاربعه هو اللي كنا مقيدين في الفرقه. الموضوع ده غريب جدا اللي حصل ده عمر ولا من التجارب الغريبه جدا اللي حصلت لي والموقف اللي عمري ما انساها. فانا مسافر معاهم بقول لك بنلعب فيرود في افريقيا كابتن حسام حسن بيبقى احتياطي كابتن ايمن شوقي محمد رمضان. في الدوري كابتن حسام حسن كان في مشكله ساعتها ما بيلعبش دوري موقوف. بيلعب في الدوري كابتن ايمن شوقي محمد رمضان فيرودين. وكان ساعتها 16 لعيب وخمسه في القايمه وتغييرين بس. فكان موضوع صعب جدا ان انا العب او اتحط في السكور. بس يا كابتن باللي حضرتك حكيت لي ده هتلعب بالصدف اللي بتحصل يا كابتن في حياتك ده كابتن هتلعب. لا دي الغريبه بقى. فكان في مشكله بين كابتن حسام مش مشكله يعني ماشي لا كابتن ايمن يعني سوء تفاهم بيتضايقوا لما مثلا ايه احنا بنلعب في الدوري يجي في افريقيا تروح مقعدنا وهم مكسرين الدنيا في الدوري. يعني الدوري مثلا كابتن محمد رمضان جايب له جونين وكابتن ايمن شوقي جاب 3 جون يجي يلعب في الدوري يقوم قعدوا محتياتي ويلعب كابتن حسام حسن. طيب. كابتن حسام حسن في افريقيا يجيب له جونين ثلاثه برضه. فالراجل هو على الاجانب بيبقى حاطط في دماغه طريقه لعب معينه ايا كان مين هو ده الاساسي خلاص. بس حضرتك عارف كابتن حسام بيحب يلعب على طول. لا وكابتن حسام كان لسه جاي من سويسرا محترف وكان طبعا وكابتن رمضان برضه كان طبعا كابتن ايمن شوقي بص كابتن رمضان مش ممكن بقى انت بتشوف في اللعبه الخماسيه بنلعب مع بعض عامل ازاي. شوف بقى كابتن رمضان محدش بيلعب جنبه الكوره ابدا بيحرم على مصر حاجه كلها. كابتن ايمن شوقي كمان طبعا حاجه طبعا حاجه مش عايز اقول لك يعني. فالعب مين في وسط الناس دي؟ فجينا الراجل كان عندنا ماتش الجمعه افريكا سبور كانت فرقه مش طبيعيه. ما اسمها كان يخض زمان يا كابتن. السنه اللي قبليها كانت غالبه الاهلي 4-1 في افريقيا ومخرجنا واحنا رايحين نلعبهم في النهائي. كان ماتشين يا كابتن صح؟ ماتشين ماتش كان النهائي الاولاني كان هنا الاولاني كان هناك. فرقه كانت يعني احنا واحنا وانا في الاوتوبيس هناك كانوا بيقعدوا يشاوروا لنا يقولوا لنا النتيجه 4 الجمهور ويقعد يشاور لنا الاربع تجوان هيجوا ازاي. نفس النتيجه اللي فاتت بيتكلموا عن نتيجه اسمها هيحصل انا بربط الاحداث هيحصل كده. انا بقى طبعا انا طالع فسحه انا مش دماغي العب يعني انا طالع معاهم ساحل العاج بس طلع فرصة مش هلعب مش ممكن يعني هي الحسابات مش ممكن. فجي المباراة الجمعة قال الأربعة هنلعب يا جماعة أول مرة أقول التشكيل بدري هنلعب كذا كذا وكابتن حسام حسن فيروت وأيمن شوقي وكابتن محمد رمضان احتياطي. كابتن محمد رمضان وأيمن شوقي قالوا له لا معلش مش هنقعد احتياطي. كان في بقى مشكلة قال لهم خلاص أوكي ماشي أحمد احتياطي. يا قلت مش مشكله احمد احتياطي هعمل ايه انا هكمل ال 16 يعني قاعد لعبت كنت لسه ما لعبتش ولا مباراه رسميه مع النادي الاهلي ونهائي افريقيا في ملعب افريكا سبور انت كمدير فني لا يمكن لا يمكن انا اخاف عليك اصلا صح اخاف عليك لا من الاجانب ما عندهمش بقى كده طيب ما عندهمش الحته دي رحنا المباراه الجمهور
خنزير مذبوح والدنيا ما انا عارف حكالي ما انا المشكله انا برضو يعني ايه عشان حاطط في دماغي ان انا مش هلعب مش مشدود احتياطي بس مش اعصابك هاديه صح قلت مش ممكن اتحط ان انا هلعب يعني مش ممكن انا مش عايز اقول لك كمان انا اتأيدت ازاي في الفريق الاول ده موضوع قدري برضو غريب جدا عشان بتقول لك الموضوع كله قدري فجي بعد الشوط الاولاني احنا كان عندنا مباراه هايله بس فرقه جامده جدا الكابتن ابراهيم حسن انا شايفه في الملعب التيشيرت بتاعه متقطع لغايه هنا مفتوح كده كان زمان ما فيش تغيير تيشيرت هو تيشيرت واحد انت عارف كتر خير الدنيا بيلعب عليه وينج ليفت 2 متر حاجه مش طبيعيه وماسكنا هريننا فلقيتهم بيقولوا لي ياسر ريان ماسك بطنه وعايز يغير امسخ طب ياسر بيلعب في يمين انا بلعب فرود كابتشاو قال لي امسخ من الشوطين قلت هسخن واكيد ياسر هيكمل الماتش هياخده واتغيرت بين الشوطين لا كملنا شويه بعد 10 دقايق عبد الجليل راح جاب جول فقالوا يلا تنزل مكان ياسر كابتن ياسر هتلعب ايه؟ هاف يمين اوكي رحت نازل انا بلعب مهاجم فهتلاقيني بتحرك مهاجم فاول كوره جات لي رحت لعبها لكابتن حسام ورحت طالع قدامه وانا سبقته ورايح ورحت شايط الكوره جنب العرض لقيت كل الجهاز واللعيبه كلها عاملين صرخولي اوه فينا ما ترجعش ما تقدمش فرقه جامده جدا ومسكنا 30 دقيقه انا عمال ادافع انا وكابتن ابراهيم حسن والحمد لله جابوا جون فينا في اخر 4 دقايق 1-1 جينا المباراه النهائيه هنا حصل نفس الموقف حط التشكيل كذا كذا بس كابتن ايمن وكابتن رمضان قعدوا احتياطي ما لعبش فعلاك ما كنتش موجود في الماتش النهائي بس يعني. كابتن طبعا يعني ذكرياته بطوله مهمه جدا انا واخد انا 3 سنين انا 4 سنين موجود في النادي الاهلي في الاول واخد 7 بطولات بسم الله ما شاء الله 3 دوري 2 كاس بطوله عربيه وبطوله افريقيا في ناس بتلعب سنين صح. طويله ما بتشوفش دوري عربي صح كابتن احمد بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا اتكلمنا في حاجات مهمه جدا وحاجات شيقه جدا وتاريخ وبطولات حتى في مشوار حضرتك التدريبي بتمنى لك التوفيق طبعا وبتمنى لحضرتك النجاح واحد من الكوادر المحترمه الخلوقه جدا وطبعا يعني صديق شخصي بعتز بيك كابتن احمد بتمنى لك التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا يا كابتن متشكر جدا والوقت عدى بسرعه معاك والموضوع ما كانش تحس انه مش برنامج احنا كنا بندردش مع بعض صح حاجه فالحمد لله وتوفيق بكره للنادي الاهلي والموسم ده ان شاء الله اشكرك كابتن وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع نجم النادي الاهلي الكابتن احمد الفتاح نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده تصبحوا على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته